اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تجرى الان مباراه النهائي، يا رب دعواتكم كده ان شاء الله باذن الله نحقق البطوله، عشان دي البطوله هتكون للمره الاولى بنسختها او بمسماها الجديده فارس بال 3. ان شاء الله باذن الله في رواندا نكتب التاريخ. النادي الاهلي دايما بيكتب التاريخ، احنا طالعين معاكم والحمد لله النادي الاهلي متقدم. اكيد اكيد ان شاء الله مع نهايه المباراه هنكون معاكم بالاخبار، هنكون معاكم بكل اللي نقدر عليه. كعاده قناه النادي الاهلي دايما هي في قلب الحدث، دايما هي في وسط الحدث، دايما هي مش جزء من الحدث، هي الحدث نفسه فيما يتعلق بالنادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي بيواصل رحلته. بيواصل رحلته ازاي؟ بيواصل رحلته في اسبوع كان النادي الاهلي عنده فيه مباراتين في الدوري. عندك هدف كبير، وخلال الوصول للهدف ده عندك اهداف تانية، عندك اهداف تتعلق ببطولة الدوري غايبة بقالها موسمين، وهذا لا يعتاده النادي الاهلي، وتحديدا هذا لم يحدث من بداية موسم 2005. انت ما خسرتش الدوري اي سنتين ورا بعض، وده بالنسبة لكتير من الاهلوية كان شيء صعب، بل شيء صعب جدا ان النادي الاهلي يخسر الدوري للموسم الثالث. وكان عندنا كلنا تحدي، قلنا هنا ان خساره الدوري للعام الثالث على التوالي غير مقبوله بالمره، بل قلنا في لحظه من اللحظات ان يمكن تحقيق الدوري هو اهم بطوله هذا الموسم. ولكن انت النهارده في نهائي افريقيا، انت النهارده متصدر الدوري، انت النهارده الفريق اللي الحمد لله بيحقق بطولة الكاس، بيحقق 2 سوبر مصري وما بنشبعش. وهي دي الفكرة، ان انت وانت بتحقق هدف عندك هدف تاني، وانت بتحقق الكاس جمهورك بيهتف بالسوبر، وانت بتحقق السوبر جمهورك بيهتف بأفريقيا، وانت رايح تلعب نهائي أفريقيا عندك ماتشين في الدوري كانوا مهمين، بل لسه في مباراة كمان قدرت تحسم مباراتين، قدرت تحقق الفوز في مباراتين. ولكن رحلتك نحو الأميرة الإفريقية هي رحلة شديدة الخصوصية، إن شاء الله نوصلها وإحنا بكل لعيبتنا، لأن الأمر صعب جدا جدا جدا، وهقول لكم ليه. هو ده قدر النادي الأهلي يا فارس. يمكن إحنا قلنا هنا في البرنامج ده مرات ومرات، قلنا إن قدر النادي الأهلي، قدر المسؤولين، قدر الأجهزة الفنية، قدر اللاعبين، قدر كل ما هو منتمي للنادي الأهلي، إن هو بيلعب على رقم واحد. المعادلة صعبة، ممكن تكون في وقت من الأوقات يا جماعة مش معقول نفضل نلعب على رقم واحد حتى في كل الألعاب، لا هو ده قدر النادي الأهلي. عشان كده احنا النهاردة بنتمنى بإذن الله إن احنا واحنا على الهواء نحتفل ببطولة بال 3 ونجوم النادي الأهلي في كرة السلة اللي بيعيدوا تاريخ لعبة كرة السلة محليا وبإذن الله إفريقيا. هو ده قدر النادي الأهلي، إن أنت النهاردة قاعد بتصدر الإحباط لكل منافسيك في مسابقة الدوري العام، لدرجة ان البعض بدأ يتحدث عن فكرة هو ده دوري يا جماعة اللي بينتهي بدون اي منافسات. هو ده الاحباط اللي انت بتصدره في بطولة الكاس، في بطولة السوبر، اللي البعض قالك انا عندي كاس الكرامة اهم من بطولة السوبر، ثم تراجع وقالك انا عايز اعيد مباراة السوبر. ليه؟ لان بدأ يستشعر ان كل شيء الموسم ده اصبح في متناول النادي الاهلي. فربنا ان شاء الله يكملها على خير ونقدر نحسم بطولة الدوري. انت عندك 11 مباراة عايز منها تفوز في 6 مباريات فقط لا غير، او تفوز 5 مباريات تعادل مباراتين، ده كل اللي انت محتاجه 17 نقطه في حاله ان كل منافسيك فازوا في باقي المباريات المتبقيه ليهم. واعتقد شايفين مستوى المنافسين، الامر صعب جدا، والتنافس هذا العام على المركز الثاني على وصافه النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي كان صعب، بل حاجه ممكن تبقى بتحصل للمره الاولى في التاريخ في حاله لا قدر الله اننا نخسر الدوري الثالث على التوالي. احنا دايما كده كل 10 سنين احيانا بيقع منك بطولتين دوري، بيقع منك موسمين دوري، ممكن في ال10 سنين يقع منك 3 مواسم دوري، لكن عمرهم ابدا ما كانوا متتاليين. عشان كده كان يمكن مجلس الاداره مركز جدا في بطوله الدوري، يمكن الجهاز الفني وتحديدا مارسيل كولر كان كاتب يعني حاجه كده للاعبين في اول تدريب لهم، ان فيما معناه الدوري 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 لا محاله. عشان كده الراجل وهو بيلعب مباراه الدوري اللي فاتت كلها الناس تبدا تلوم ان انت ليه بتلعب بالفريق الاساسي، تعالى النهارده لعب امام طلائع الجيش. لما بدا يستشعر ان هو اصبح على مقربه من تحقيق البطوله اللي غابت سنتين وما ينفعش تغيب الثالثه، فبدا يريح لاعبين. عشان كده مباراه طلائع الجيش اللي فاز فيها النادي الاهلي 2-0 هي مباراه اتحقق
فيها كل الأهداف. إيه هي الأهداف؟ أولا راحة نجوم الفريق قبل مباراة الوداد والفريق كله نجوم، ده رقم واحد. رقم اتنين هو إيه؟ تحقيق الثلاث نقاط، تحقق وحققت الثلاث نقاط. رقم تلاتة بعض اللاعبين اللي كانوا غايبين عن حساسية المباريات الرسمية يبدأوا يدخلوا في المباريات الرسمية، وشفنا إزاي قفشة امبارح وعمرو السولية في ليالي الجمعة، وكأننا محتاجين إن كل مباراة النادي الأهلي تكون في جمعة عشان نشوف الثنائي ده قفشة وعمرو السولية وتسديدات من خارج ال 18 وركلة الجزاء، وبناء عليه قفشة حصل على رجل المباراة، وأكيد أكيد مع جماهير النادي الأهلي هيحصل على لاعب الجولة. لكن مش ده بس المكسب، كان في مكسب آخر هو لا يقل أهمية فارس، وهو إن أنت تخرج من المباراة دي وأنت ما عندكش إصابات جديدة، لأن بالتأكيد ده أمر يزعج مارسيل كولر، يزعج لعيب النادي الأهلي. وبالتالي إحنا كان عندنا إصابة واحدة، عارف أنت عندنا إصابة واحدة اللي هي مصطفى شوبير، وإن شاء الله إن شاء الله لا تؤثر على جاهزيته. وأيضا عندنا علي لطفي وعندنا كابتن محمد الشناوي بإذن الله يعودوا قريبا عشان الفريق يدخل مباراة نهائي أفريقيا وهو مكتمل تماما إن شاء الله. ده أنا عايز أخد من حتة الإصابات دي وأتكلم معاكم. مباراة طلاع الجيش وما دون مباراة طلاع الجيش، وأقف عند كولر اللي قال أنا طول عمري في التدريب أعرف المهاجمين أكثر عرضة للإصابة. طب المدافعين؟ إنما حراس المرمى الأمر بالنسبة له غريب. وأنا هنا عايز اتكلم في حاجه، فكره الحظ. يا جماعه تلاقي البعض دايما كده بيدور للنادي الاهلي على حاجه يشد النادي الاهلي بيها تحت، دايما زي ما بقول المتفرغ هيكون بيدور على اي شيء سلبي يحاول يبوظ بيه الصوره اللي هو مش قادر يجاريها. اصل يا جماعه مين هيجاري فريق في نهائي افريقيا للسنه الرابعه على التوالي؟ مين هيجاريه؟ مين هيجاري فريق ما خسرش ولا مباراة محلية مع كولر الموسم الحالي، لا في دوري ولا في كاس ولا في سوبر ولا في أي مباراة؟ مين هيجاري ده؟ مين هيجاري النادي الأهلي في الأشياء اللي بيحققها في كل القطاعات وفي كل اللعبات؟ محدش قادر. فالفكرة في إيه؟ الحظ. ما هي حاجة من الاتنين يا جماعة، يا المؤامرة يا الحظ. الاتنين دول زي ما بقول لكم دايما مسكنات للبعض. البعض بيرتاح بيهم نفسيا، البعض بيحاول نفسيا يهرب من الواقع بتاعه بفكرة ان يدي نفسه مسكن اسمه الحظ. حظ النادي الاهلي، حظ النادي الاهلي هو الاجتهاد، حظ النادي الاهلي اللي مخليه 42 بطولة دوري واقرب منافس ليه 14 بطولة دوري، تلت عدد بطولات الاهلي. حظ النادي الاهلي مش هو اللي مخليه ضعف اقرب منافس في افريقيا في دوري ابطال افريقيا، ده اجتهاده. حظ النادي الاهلي في ادارته، في جمهوره، في لاعبيه، في اجهزته الفنيه، في منظومته، في شغله العلمي، في تاريخه، في رموزه، هو ده حظ النادي الاهلي. لو بتتكلم عن الحظ، انا بتفرج على كره على مدار سنين زيكم، زي كل الناس اللي بتشوفنا. انتوا تفتكروا في فريق كان داخل نهائي بطولة قارية وهو عنده حمزة علاء مصاب، محمد الشناوي مصاب، ومصطفى شوبير اتصاب في آخر مباراة، وعلي لطفي مصاب. أربع حراس تعرضوا لإصابات مختلفة قبل نهائي بطولة قارية. شفتها فين دي في التاريخ؟ قل لي فريق وصل لمرحلة إن أربع حراس عنده خلال 10 أيام بقوا مش موجودين هم الأربعة، ومنهم حارس اللي هو مصطفى شوبير إن شاء الله موجود، وبغض النظر عن إن شاء الله محمد الشناوي يكون موجود في النهائي، ولكن بكلمك في فكرة الحظ. حظ إيه؟ يعني كلمني عن مفهوم الحظ في ده. إنما لو قصدك الحظ إن أنت بعد كرة قطر الطاهر بتقدر توصل للي أنت وصلت له ده، تقدر تكسب قطن بربعية وهلال بثلاثية، مباراة الرجاء ومباراة الترجي، ده مش حظ، ده مجهود، ده وقت الجد النادي الاهلي بيبقى موجود يا اسامه. واعتقد انت لازم تلاقي اختراع، لازم تلاقي حاجه كده نقولها. ما اللي ما يكسبش يقول حظ، يعني زي اللي ما يعرفش يقول عدس، اللي ما يكسبش صح يقول حظ. الحقيقه يعني مش عارف قصه الحظ واطهر الطاهر، وعدنا القصه دي وقلنا ان محمد هاني نفسه ضيع ركله جزاء امام صن داونز نفسه، والهدف اللي دخله اللي سجله فريق صن داونز من خطا فريق الهلال من خطا واضح لفريق صن داونز. لكن الحقيقه هو ده زي ما قلت كده، اللي ما يكسبش، اللي ما يعرفش، اللي ما يقدرش هيقول حظ. لان الحقيقه النادي الاهلي مش فقط لا غير هو نادي بطولات، مش فقط لا غير هو نادي عشان بطوله دوري عام او بطوله افريقيا، لا
النادي الاهلي من 1907 ومنذ الانشاء وهو عنده قاده بتبني وتعلي وجماهير بتبني وبتعلي. والنهارده يعني مدرجات النادي الاهلي لما تلاقي الجماهير بتهتف حلمك يا عمر لطفي حقيقه واسم الاهلي مال الكون، اسم بيكبر كل دقيقه، شفت بقينا كام مليون. فتبدا ترجع النادي ده اللي كان عقد التاسيس 50 سنه، النادي ده اللي كان عباره عن الافتتاح في 1909 عباره عن غرفه وسور، النادي اللي خد قروض بضمانات من مؤسسيه عشان ينشئ ويتم افتتاح النادي اللي بدا من العدم. النهارده شوف النادي الاهلي بيوصل لفين، النهارده شوف وانت بتاسس وبتفتتح او على مشرفه من الافتتاح او على مقربه من الافتتاح يوم 1/6 ان شاء الله فرع التجمع الخامس، التحفه المعماريه دي والحاجه اللي بتشوفها بتلاقي هو ده موجود في مصر؟ اه ده موجود في مصر. ليه ده موجود في مصر؟ لان النادي الاهلي موجود في مصر، لان النادي الاهلي حريص على انه ما يقفش، حريص دايما ان هو يكون له الرياده مش بس في البطولات لا كمان في خدمه الاعضاء. وعشان كده ده النادي الاهلي، وعشان كده مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي البطوله الافريقيه بال 3، النادي الاهلي بطل البطوله وبطل القاره. شكرا رجال النادي الاهلي، شكرا اوجستي. الحقيقه مشاعر بهجه غير طبيعيه البطوله دي، انا فاكر كويس قوي وانا مستضيف ايهاب امين هنا قبل ما نحقق دوري السوبر كان بيقول لي انا محتاج دوري السوبر مش عشان اللعيبه عايزه دوري السوبر، احنا محتاجين دوري السوبر عشان نرجع لمنصات التتويج عشان نبقى رقم واحد في افريقيا. كنت بتكلم مع الكابتن احمد الجرحي بقول له يا كابتن احمد ما بيتكلمش عن بطوله محليه، بيقول احنا هدفنا وتارجتنا اننا نستحوذ على البطولات القاريه. مبروك جماهير النادي الاهلي. طبعا يا فارس حاجه عظيمه جدا، يعني شعور غير طبيعي، الواحد فرحان فعلا للفرقه دي، فرحان ان انت لما بتشتغل صح ربنا بيكافئك وبيديك الحاجه اللي تسعد جماهيرك في لعبه السله. انا عارف واثق كويس قوي كابتن طبعا الجمهور يعني جمهوركم معاكم نحقق حلم حياتنا. جماهير النادي الاهلي راحت ورا فريق الباسكت لرواندا طبعاً. وده طبيعه جماهير النادي الاهلي اللي كانت بتروح الكويت، اللي كانت بتروح مع العاب الاستيراد في السعوديه. الحقيقه حاجه مفخره للنادي الاهلي فريق كره السله زي ما بقول لك يا فارس. كابتن احمد الجرحي كابتن طارق الغنام لما بتكلم معاهم ما بيتكلموش عن فكره يا جماعه اننا ناخد بطوله محليه ونكتفي، ده الناس بتتكلم على اننا جايين بالسكواد ده بالجيل ده نغير تاريخ كره السله في مصر، لان النادي الاهلي يا فارس رقم واحد. وعشان كده كنا بنتكلم في قدر النادي الاهلي هو انه يكون رقم واحد في كل الالعاب. يعني مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. لحظه احنا كل اسبوع بيطلع نقول لكم مبروك يا جماعه، كل اسبوع هنا ربنا يديمها نعمه، ربنا يديمها نعمه الحمد لله. دوري، عبور نصف نهائي، عبور ربع نهائي، النهارده بتحقق بطوله كبيره جدا. هو ده قدرك كمشجع اهلاوي بتشجع النادي الاهلي. انت هتلاقي هنا على شاشه قناه النادي الاهلي كل مره بنقول لك مبروك، كل مره بنقول لك نجاح جديد بإذن الله. لان ده باذن الله مسيره النادي الاهلي، وده تركيز النادي الاهلي، وده ما يليق بالنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. طبعا الحقيقة. كنا دايما 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 بنقول فكره، يعني فكره ان انت تكون متفرد وتسيطر وتكون في كل اللعبات مكتسح. انا مره عرضت البايرن وعرضت الفرق اللي في كره القدم لها باع، قلت يا جماعه دي معادله مستحيله، ولكن النادي الاهلي بيعمل ايه يا اسامه؟ النادي الاهلي بيحقق معادله مستحيله، الجزء اللي بيحاول منها هو شيء بالنسبه لي اعجازي. النهارده كتيبه اوجاستي ومشروع اوجاستي، لان هذا الرجل جاء النادي الاهلي كمشروع، هذا الرجل لما انت اتعاملت معاه حطيت افكاره، مدرب على افكار النادي الاهلي يليق بفكره النادي الاهلي، يليق بفلسفتك واهدافك. من اليوم الاول انا شايف ان اوجاستي هو مدرب مشروع، لانك عشان تنجح في النادي الاهلي محتاج يكون عندك الفنيات والشخصيه، واوجاستي قدر يجمع ما بين الاثنين، الفنيات والشخصيه. الشخصيه داخل النادي الاهلي من اهم سمات النجاح ومن الحاجات اللي تقدر تروح فيها لبعيد. النهارده احنا بنروح لبعيد، النهارده نسر الاهلي بيحلق عالي بجد، نسر الاهلي بيحلق عالي لفوق، لان قدرك ان انت البطل، قدرك الناس لما تيجي تبص عليك لازم يكونوا تحت وانت بيبصوا عليك فوق، لان انت النادي الاهلي اللي دايما ارقامك
تليق بالبطل. نادي الأهلي مبروك لكل النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي، لاعبي النادي الأهلي، أوجستي كابتن أكيد، خالد العوضي المشرف على النادي الأهلي في كل قطاعات ألعاب الصالات، وأعتقد اللي ليه بصمة واضحة جدا. ده بيحصل وطفرة بنشوفها في كل الألعاب دينامو طبعا، وحد عنده منهجية، وحد حتى من اليوم الأول بتشوف إن عنده رؤية وعنده فيجن للقطاع كله. فالنهاردة مبروك لكل أهلاوي على شاشة النادي الأهلي، بنفرح ببطولة جديدة، بنفرح ببطولة أول مرة تدخل خزائن النادي الأهلي. وأنا بشوف إن يا جماعة طبعا ما ينفعش في حاجة أو بطولة تكون حد خدها محليا أو من المنافسين المحليين وأنت ما خدتهاش أو من غير المحليين، لأن لو البطولة مش هتتزين باسم النادي الأهلي هتتزين باسم مين يا أسامة؟ وأعتقد دول الأبطال اللي على الشاشة قدامكم، دول الأبطال، دول أبطال المشهد، دول إن النهاردة كلنا بنبص ليهم وبنقول لهم ألف شكر ليكم على بطولة جديدة وبتفرحونا دايما. يليق بهم العظمة، يليق بهم النادي الأهلي، والنادي الأهلي يليق بمثل هؤلاء، والنادي الأهلي بمثل هؤلاء المميزين. لأن الحقيقة طبعًا لما تيجي تتكلم عن الجيل ده فعلا جيل من اللعيبة المميزة. أنت مش بس بتصنع اسمك من خلال ان انت بتعتمد على التاريخ او ترتكل التاريخ، لا، انت قدرت ان انت تجيب مدير فني هدية. وبنشكر كل اللي دعا لأوجستي بالتوفيق في خطواته القادمة، يعني كانت دعوة مقبولة جدا. انا اتمنى يدعي لي، يعني يدعي لي بالتوفيق في خطواتي القادمة زي ما دعيت لأوجستي، يعني ربنا يديمها نعمة. الحقيقة جهاز فني على اعلى مستوى، لاعبين على اعلى مستوى، الحقيقة كمان يعني مجلس إدارة قدر يحط ايده على اللغز، قدر ان هو يقول العاب الصالات محتاجه ايه. عملنا ده في كره السله، عملنا ده في كره اليد، ان شاء الله الطايره ترجع تعود مره اخرى للسياده، وتعود انها رقم واحد لانها ما زالت رقم واحد، ولكن تعود لحصد كل الالقاب. ده شيء عظيم جدا. والحقيقه مدير النشاط الرياضي الكابتن خالد العوضي هو فعلا مدير نشاط بدرجه مشجع، راجل فعلا حرفيا بيبقى وموجود في المسؤوليه بدرجه المشجع، عارف الجمهور عايز ايه، فبيبدا يبذل اقصى ما لديه. زي ما الكل في النادي الاهلي بيبذل اقصى ما لديه، مجلس اداره، جهاز فني، لاعبين، وعشان كده الجماهير هي كمان بتبذل اقصى ما لديها وبتروح رواندا، بتروح رواندا عشان تدعم الفريق، عشان نحقق البطوله بمسماها الجديد. احنا ابطال القاره السمراء، احنا ممثل افريقيا في مونديال الانديه القادم، احنا باذن الله اللي هنشارك ايضا في بالفور، لاننا فزنا بالدوري السوبر هذا العام للعام الثاني على التوالي. وباذن الله زي ما بقول لكم اللعيبه دي بالجيل ده بالجهاز الفني ده بدعم مجلس الاداره بدعم الجماهير المحبه للنادي الاهلي اللي بتروح ورا الفرقه كل مكان. لما خسرنا البطوله العربيه كانوا واقفين، برغم ان هم جايين من بلاد كتير جدا للكويت، كانوا واقفين وبيشجعوا اللاعبين، ولكن اللاعبين رفضوا التشجيع وهم خسرانين وقالوا بنعتذر واستنونا واحنا بنحقق البطولات، اعتذارا عن خساره البطوله العربيه. وبرضه بنقول لكم استنونا بعد الفاصل، لسه عندنا فقرات كتير والاهلي خط احمر. الأهلي كيان ومكان، الأهلي فرحة، الأهلي المنتصر، الأهلي البطل. النهاردة أوجستي بيكتب التاريخ، النهاردة الأهلي بيكتب التاريخ، النهاردة الأهلي بيصعبها على الجميع، النهاردة الأهلي بيقول إنه بطل في كل شيء.
النهارده النادي الاهلي بيقول ان البطوله تليق به. النهارده النادي الاهلي بيقول ان اوجاستي جاء ليغير التاريخ. اكيد كتابه التاريخ عظيمه، ولكن تغيير مسار التاريخ بتكون اشياء استثنائيه في كتب التاريخ، زي اللي بيعمله اوجاستي، زي اللي بيعمله اللحظه دي، زي اللي بتشوف كتير من جماهير الاهلي، منهم اصدقائنا ايهاب عمر احمدي مع فريق النادي الاهلي، الناس اللي سافرت، الناس اللي حبت تشارك اللحظه دي، الناس اللي بتشفى من احزانها ومن امور كتير جدا في حياتها بالاهلي، الناس اللي كتير من الجمهور اللي عرفوا منهم او ما عرفوش كلهم بلا استثناء، انا واثق ان النهارده حفروا لحظات تاريخيه في حياتهم لا يمكن ينسوها. مين اللي اداها لهم؟ هي الاهلي، هي كتيبة أوجاستي، هي لحظة الاحتفال، هي لحظة الانتصار، وما أكثرها في تاريخ النادي الأهلي لحظة كبيرة، لحظة استثنائية زي البطولة واللقب الكبير. بصوا في وشوش الناس على الشاشة، شوفوا الفرحة في عيونهم عاملة إزاي، شوفوا سعادتهم بالنادي الأهلي، وشوفوا النادي الأهلي قادر يعمل إيه. النادي الأهلي قادر يغير مودك، النادي الأهلي قادر يكتب التاريخ. مليون مبروك لبطولة البال، إن هي تشرفت بإن هي بقت النهاردة اتكتبت جنب اسم النادي الأهلي كحاجة تخلي ليها وقع مختلف لما نيجي نفتكرها. ممكن أي فرق تتوج بالبطولة دي والله هتلاقي الناس ما تعرف إن حد خدها. لما يجي النادي الأهلي ياخد بطولة كبيرة زي دي ويقترن اسم النادي الأهلي بتاريخه وبعظمته ببطولة كبيرة زي بطولة البال، هتلاقي البطولة بقى لها طعم خاص ومذاق خاص زي مذاق النادي الاهلي اللي مفيش حاجه شبهه، مفيش حاجه شبه النادي الاهلي. يمكن الصوره للجماهير دي يا جماعه، حابب اقول لكم نقطه مهمه جدا، ان الجماهير دي بما ان فارس ذكر يعني احمدي وايهاب عمر، الناس دي برضو هي اللي سافرت في الكويت وخسرنا البطوله العربيه في المباراه الختاميه والنهائي بباسكت ينزل خلاص خدنا البطوله، ولكن ما فقدوش الامل، وده جاي من ثقه. الثقه دي تولدت منين؟ من جهاز فني، من لاعبين على قدر وقيمة النادي الأهلي اللي يخليك تراهن عليهم. أوجستي ولاعبي النادي الأهلي في كرة السلة قدروا يحافظوا السنة دي على البطولات المحلية اللي خدوها السنة الماضية، خدوا دوري السوبر، خدوا كاس مصر، النهاردة بياخدوا بال بيشاركوا في كاس العالم للأندية، فقدوا البطولة العربية اللي كانوا حققوها السنة الماضية، دوري المرتبط. القصة باختصار شديد إن تقدر وانت مغمض دلوقتي وتقول عاد عصر الغابة. فعلا النادي الأهلي في ألعاب الصالات وفي كرة القدم هذا الموسم بيرسخ للعصر اللي جماهير النادي الأهلي بتحبه، وهو عصر الغابة. إن أنت تكون ملك الغابة في كل الألعاب، هو ده النادي الأهلي، هو ده قيمة النادي الأهلي ولحظات التتويج للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي. لحظات هي ليلة من ليالي النادي الأهلي، يعني ليله من ليالي ليلة العمر يا ليله حمراء للفريق ده. وادي لحظات التتويج زي ما انتم شايفين، الفرحه عظيمة بالبطوله والفرحه بالكاس. وبعدين في حاجه اخيرا كسرنا عقده السنغال يا راجل، هو في كده؟ والله ما فيش كده. ومين برضو بيكسر العقده غيرنا؟ احنا مرينا الحقيقه بمجموعه مباريات قاسيه جدا ومنافسات صعبه جدا. يمكن حتى هنا لما كان الدور التمهيدي بيتلعب هنا في صالة دكتور حسن مصطفى، يمكن طلعنا مركز تاني، ولكن كنا أملنا كبير جدا في أننا قادرين أننا دايما على نهج النادي الأهلي، من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. وعشان كده احنا بنحتفل كثيرا. ليه؟ لأننا دايما وأبدا عندنا نهايات، الحمد لله رب العالمين، نهايات سعيدة. ممكن تتعثر في البدايات، ولكن انت قادر على صياغة النهائيات بشكل البطولة. عشان كده بندعي ربنا واحنا بنحقق بطولة السلة النهاردة، ان نفس اللي حصل في كرة القدم وفي دوري أبطال أفريقيا عندما لم نجيد في بعض المباريات في دور المجموعات وبدأنا اننا نحقق أرقام صعبة جدا من بعد مباراة صن داونز، اننا نيجي ونقول قدرنا أمام الوداد، قدرنا يوم 11 إن شاء الله يونيو إننا نكتب النهاية السعيدة كعادة النادي الأهلي. يا رب يا رب، كعادة النادي الأهلي اللي دايما بيقول لك ما تستعجلش، طول ما في صفارة، طول ما في ثانية باقية في أي مباراة في أي بطولة، اوعى اوعى تأمن مكر النادي الأهلي في تحقيق البطولات. طبعا أنت عارف يعني أنا عايز أقول حاجة، بص شعور الجمهور يا أسامة
يعني لحظة مش عارف تقيمها. يعني شعور اللاعبين والجمهور وهم بيكتبوا لنفسهم التاريخ. أنا دايما بقول حاجة، يعني كنت بحكي واقعة عن جمهور من بعض من جمهور الاتحاد السكندري من حوالي سنة كده، كان بيتكلم عن الاتحاد يا أسامة، وطبعا الاتحاد في لعبة الباسكت تاريخ كبير جدا أكيد بنحترمه وبنقدره. شفت شغفهم يا أسامة، لكن أفريقيا أنت متفوق على الاتحاد. شفت شغفهم في الحكي، وشفت شغفهم في فكرة إن اللعبة تعتبر، أنا بشوفها عند كتير منهم، هي اللعبة الأولى. شفت الشغف في حكاويهم، قلت يا جماعة إحنا في الفترة دي بنعيش تاريخ مع جيل هيبقى عندنا حكاوي وحواديت وأمور كتير جدا، وإحنا لما نكبر وتعدي السنين نحكي عليه بالشغف ده، نحكي عن اللقطات دي، نحكي عن لقطات فرحة جمهور النادي الأهلي زي الأطفال، حماس جمهور النادي الأهلي وكأنه بيعرف لأول مرة فكرة الفرحة بالشكل ده، لأن كل حاجة مع النادي الأهلي هي جديدة. يعني فرحة كبيرة جدا ولحظات تتويج عظيمة وسلسلة انتصارات، يا بخت كل أهلاوي بالنادي الأهلي. وارجع وأقولها تاني، مسكين اللي ما بيشجعش النادي الأهلي، مسكين اللي مش قادر يعيش لحظات السعادة دي، مسكين اللي عايش مع الأوهام وعايش مع الأكاذيب وعايش مع محاولة إن هو يفسد علينا فرحتنا. بس هتفسد فرحة هتلاقي بعدها مليون فرحة، لأن فرحة النادي الأهلي يا أسامة ما بتخلص، ملهاش نهاية، ممتدة في كل اللعبات وفي كل حاجة. وفي كرة السلة تحديدا يا فارس، أنت حرفيا بتعيد صياغة وكتابة التاريخ. أنت حرفيا بتحط النادي الأهلي بالجيل الحالي بالجهاز الفني الحالي على أول درجات الاستحواذ على البطولات، أول درجات أن أنت ترجع تكون رقم واحد في لعبة كرة السلة على مدار التاريخ من حيث عدد البطولات. أنا عارف أن الاتحاد المصري لكرة السلة فيه أزمات كتير جدا زي ألعاب الصلاة، ومعظم ألعاب الصلاة أن التوثيق بيكون ضعيف جدا، وبتبدأ تدور على التوثيق البطولات دي من خلال قصاصة ورقية في جريدة أو في أرشيف قديم. ولكن حتى بالأرشيف القديم وضعف التوثيق، فأنت الآن في حضرة النادي الأهلي تعيد صياغة تاريخ لعبة كرة السلة في مصر وفي أفريقيا. وإن شاء الله كلنا أمل أننا العام القادم أيضا نحتفل باحتفاظ النادي الأهلي بهذه اللعبة أو بهذه البطولة، عشان يكون النادي الأهلي الأكثر تتويجا. أنت عارف أن دي البطولة الثالثة، في فريقين فازوا قبل كده بالبطولة دي، والنادي الأهلي البطولة الثالثة، فإن شاء الله يبقى البطولة الرابعة، وبإذن الله نقدر نكون إحنا الأكثر تتويجا في القريب العاجل. مبروك مبروك لجماهير النادي الأهلي، مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، مبروك لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، مبروك لجماهير النادي الأهلي اللي وثقت في الفريق ورهنت عليه وكسبت الرهان، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين، مبروك طبعا لكابتن خالد العودي، لكل الناس. الحقيقة بطولة مبهجة مفرحة، وما أحلى أن أنت تكون متواجد على الهواء مباشرة وأنت بتحتفل بالبطولة الأولى من نوعها في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ لعبة كرة السلة. أعظم الرهانات يا أسامة هي الرهانات اللي أنت بتجني ثمارها، والنهاردة النادي الأهلي بيجني ثمار رهاناته، بيجني ثمار مشروعه، بيجني ثمار نجاحاته. وزي ما بقول لكم ما تستعجلوش، العبرة بالخواتيم. أي حاجة النادي الأهلي مش متفوق فيها تاريخيا، اهدى، خد نفسك بالراحة، والعبرة بالخواتيم. لأن دايما بقول لكم كتاب مش كرة القدم بس، كتاب المنافسات هتلاقي في النهاية في الصفحة الأخيرة كتب بواسطة النادي الأهلي كبير إفريقيا وكبير مصر رياضيا طبعا. فألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لمنظومة النادي الأهلي بالكامل، نجاح كبير جدا. ولكن فكرة التفوق هنروح لها، لأن تفوق النادي الأهلي مش بس في قطاع ألعاب الصلاة، ولكن فكرة تفوق النادي الأهلي في المنافسة يمكن البعض ما بيحبوش. ولما ده بيحصل بيبدأ البعض يتحدث عن فكرة أحادية التنافس أو سيطرة النادي الأهلي أو الجاب اللي النادي الأهلي بيعمله مع الآخرين وكأنه شيء سلبي، وكأن إحنا مفترض نزعل. يا جماعة لما أنت تيجي تتكلم في قصة المنافسة، أنا هنا قناة فئوية، هقول لك إن في منظور يخص المحايد، ومنظور يخص المنافس، ومنظور يخص الأهلاوي. منظور يخص المنافس أكيد عايز نخسر عشان ما وسعش الفارق،
منظور يخص المحايد، انت اكيد عايز ان الفرق تتنافس لان انت شايف ان ده في مصلحتك، او ان يكون في متنافسين ده بيخدم مصالح ان انت يكون عندك محتوى اكتر، او ربما ان ما يكونش الامر محسوم. اما انا هنا كاهلاوي يا جماعه، فانا سعيد ان النادي الاهلي يفرق بفرق سنوات، ويفرق بفرق القاب، ويفرق بفرق تاريخ. سعيد ان النادي الاهلي 42 دوري واقرب منافس 14، سعيد ان النادي الاهلي 10 دوري ابطال افريقيا واقرب منافس 5، سعيد ان النادي الاهلي عنده المشاركات دي في كاس العالم للانديه 8 مشاركات واقرب منافس ليه ما عندوش ولا مشاركه محلي من المنافسات الفرق المصريه، لان انا هنا بقيم من منظور الاهلاوي. فتعالى عشان النغمه اللي هتطلع نسمع مهيب عبد الهادي، ونغمه هتسمعوها الفتره الجايه وهي بتتكلم عن فكره انفراد النادي الاهلي بالالقاب، ونرجع نعقب ونفهمكم الفكره. هل لسه الفيديو حس باثاره؟ حط ايدك على المركز الاول. طب والباقي؟ باقي ده مش جدول، ما ينفعش. 22 مباراه، 56، مبروك الدوري للنادي الاهلي. فين المنافسه بقى؟ في منافسه على المركز الثاني والثالث والرابع، حاجه غريبه. نتمنى ان يكون في منافسه. انتوا يا جماعه، طب هقول لكم حاجه، هاتولي جدول الدرجه الثانيه، هي دي اللي يتقال عليها منافسه. طنطا بيبقى اول، تلاقي ابو قير الاسمده بقى اول، زد اول، هوب تلاقي السكه اول، هناك تلاقي في الصعيد جمهوريه شبين وكفر، لا في الصعيد الجونه ولافينا، ما تعرفش كراسي الموسيقيه على المركز الاول. لكن الدوري المصري البراند بتاعنا مفيش منافسه، لا يوجد منافسه. حتى لو النادي الاهلي يعني عايش، انت عايش، الاهلاويه يزعلوا مني والله ما تزعلوا مني، انتوا نفسكوا هتفرحوا بالدوري لما الاهلي ياخده وفي منافسه، هتبقى الفرحه اكتر واكبر. لكن انت الاهلي خد الدوري، ايه الجديد يعني؟ ايه اللي حصل؟ الزمالك خده السنتين اللي فاتوا، طب ماشي، المفروض بقى السنه دي يبقى في منافسه، لا مفيش منافسه خالص، رجعنا زي الاول عادي. سيبك مننا عشان انا هفرح بالدوري ايا كانت القصه، سيبك من فكره الاهلاوي هيعمل ايه لما ياخد الدوري، هيفرح بالدوري؟ لا عادي جدا، ما تشغلش بالك انا هفرح ولا هزعل، ما تشغلش بالك بفكره جماهير النادي الاهلي، ما تشغلش بالك بفكره النادي الاهلي لما يحقق الدوري بدون منافسه هيعمل ايه، لان ده مش اول دوري النادي الاهلي يحققه بدون منافسه. هي الفكره كلها زي ما انا قلت، اللي ما يعرفش اللي ما يقدرش يقول حظ، وناس تانية تقول مؤامرة، وناس تانية تقول مفيش تنافسية. طب ما هو طبيعة الحال في التنافس مع النادي الاهلي القاعدة بتقول ان مفيش حد يقترب من النادي الاهلي، ان مفيش منافسة مع النادي الاهلي. ده دوريات كتير كتير جدا، ده في دوري احنا حسمناه في يناير لما طلع كل النقاد الرياضيين قالوا الاهلي بيلعب في مجموعه لوحده وباقي الفرق بتنافس في مجموعه تانية. القصه مش قصه ان انت مش قادر تدخل في منافسه مع النادي الاهلي فتقول النادي الاهلي يزعل، النادي الاهلي ازاي هياخد الدوري، ايه الجديد؟ هو مفيش جديد دايما ان شاء الله في تاريخ النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيحقق البطولات. لكن قصه بقى ان انت تحاول تقلل من انجاز النادي الاهلي اللي بيغيب بالشهر ونص عن الدوري العام ويرجع يلاقي قمته محفوظه زي ما هي بسبب نتائجه اللي بيحققها في الدوري، وبسبب ان هو تلاشى اخطاء الموسمين الماضيين، وبسبب ان في خبير تحكيمي كان اسمه كلاتنبرج كان موجود في بدايه هذا الدوري فاصبح بطل الدوري في المركز الخامس في وجود تحكيم اجنبي او خبير تحكيم اجنبي بيقود منظومه التحكيم. وبالتالي كان لابد من الإساءة ليه عشان يقدم استقالته ويرحل، لأن وجد أن اتحاد الكرة لم يحميه، وجد أن لا أحد يحميه من الإساءات اللي بتحصل. فما ينفعش تيجي تقول أنت هتفرح بالدوري، أنا هفرح بالدوري، أنا هفرح بفرقتي، لأن أنا واخده بالعرق، واخده بالجهد، وعرقنا عرق حقيقي، عرقنا وجهدنا عرق حقيقي، مش ادعاء، مش عرق حد تاني بيساهمنا او بيساعدنا بيه، لا. النادي الاهلي تعالى شوف النهارده مبارياته، انت بتعمل كام ثلاثيه؟ بتعمل كام ثنائيه؟ وان شاء الله مكملين وعندنا 11 مباراه. انت المفترض من ال 11 مباراه تجيب 17 نقطه، لكن فكره جماهير النادي الاهلي مش بتطمح لل 33 نقطه او 30 نقطه؟ اكيد بتطمح لده، فسيبك من قصه النادي الاهلي. لكن لو بتتكلم بقى ان التنافسيه دي بتفقد البطوله قيمتها، ما بالك بالدوري الاسباني؟ فريق برشلونه اللي حقق الدوري بدون تنافس بقى يذكر، بما انك بتتكلم عن التنافس، وحسم الامور برضو بدري بدري. ولو عرضنا جدول الدوري الاسباني هتلاقي 85 نقطه برشلونه، بياتي بعد ريال مدريد ب 74 نقطه، وباقي جولتين وبرشلونه خد الدوري واحتفل والدنيا خلصت. ده جدول الدوري الاسباني.
ربما جمهور برشلونه زعلان عشان مهيج جدا جدا، يمكن زعلان فعلا. طيب سيبك من الدوري الاسباني، لان هو بص وقت الدوري الاسباني ده لما يجي يسوق لك ويبيع لك قصه القطبين فيجيبك للدوري الاسباني، برغم ان الواقع بيقول ان الدوري الاسباني فيه نديه واضحه ما بين ريال مدريد وبرشلونه من حيث اجمالي عدد البطولات. في مصر مفيش النديه دي، في قطب اوحد بالبطولات مش بالكلام فقط لا غير. تعال نروح لدوري تاني، الدوري الايطالي. الدوري الايطالي من اقوى الدوريات الاوروبيه. الصداره لمين؟ من منتهي لمين برضو قبل جولتين؟ نابولي 86 نقطة، الفريق الثاني لازيو الإيطالي 68، إنتر 66، ميلان 64، ولو اليوفي كان يعني اتضاف له العشر نقاط اللي اتخصم منه كان هيكون 69، يعني بتتكلم في 17-16 نقطة فارق ما بين الأول والثاني وفي الدوري الإيطالي. وخد بالك بقى عشان الدوري الإيطالي ده له حدوتة. إيه الحدوتة؟ الثلاث نهائيات للبطولات الأوروبية موجود طرف في النهائي. دوري أبطال أوروبا في طرف في النهائي، دوري المؤتمر في طرف في النهائي ايطالي، اليوروبا ليج في طرف ايضا في النهائي ايطالي. يعني لو انت عايز تقول ان وجود نابولي ب 86 نقطه ووجود المنافس اللي بعده 68 نقطه ده دليل على ضعف التنافس داخل الدوري الايطالي، فبقول لك انا اسف جدا ان انا اصدمك، ان ثلاث فرق من الدوري الايطالي واصلين ثلاث نهائيات. انا عارف ان انت زعلان ان النادي الاهلي حسمها من بدري. بمناسبة فكرة ان جمهور الاهلي يبقى زعلان، اولا يعني يا مهيب انت محتاج تراجع فلسفة جمهور النادي الاهلي، لان لا احنا بنفرح بالتفوق الكاسح، هي عقليتنا كده. ده بل بالعكس، عدم وجود تفوق كاسح ده دايما بيسبب لنا مشكلة، بيتعبنا. احنا ناس متعودة ان يكون في يعني مارتن يول نقول المخدة، جوزيه عصر السيطرة، هيديكوتي في منتصف السبعينات لحد 80، دوري واحد اللي وقع بتاع 78، احنا كده افريقيا كده، محليا كده، احنا بتوع فكرة عصر الغاب، احنا بتوع التفوق، احنا بتوع الانفراد بالصدارة، احنا بتوع حسم الدوري من الدور، احنا شخصيتنا وتركيبتنا كده. طب جمهور نابولي اللي كان بيتكلم عليه اسامة من شوية، شوف فرحة جمهور نابولي بالدوري اللي هو حسمه بعدد النقاط ده، شوف جنون احتفالات جمهور نابولي في كل حته. الناس هتزعل عشان لا، والنبي احنا كنا عايزين لحد اخر لحظه كده نفضل، الدوري هيروح مننا. لا طبعا، اكيد هي دي الفلسفه. طب تعالى بقى فكره النهارده، هيجي يقول لك انت ما شفتش دورتموند وهو مع البايرن النهارده ولحد اللحظات الاخيره والاثاره؟ طب تعالى شوف ما بعد خساره دورتموند الدوري، اللي بالمناسبه البايرن بيحقق الدوري لمرات متتالية، هنقول لكم ازاي هو نفسه بيفخر بيها. فالقصة مش في منافسة وهمية، القصة في النهاية، في النتيجة النهائية الاند ريزالت، ايه اللي هيتحقق، مين في النهاية هو البطل، مين بطل المشهد. الدوري الألماني اللي ممكن النهاردة تيجوا تستشهدوا، بص الدوري الألماني وإثارة ايه، إثارة إيه الدوري الألماني، عدد تتويجاته عاملة إزاي مقارنة بالمنافسين. البوندسليجا أنت بتتكلم مفوجتها سنة 65، في قبلها لقب كان معاه البايرن، إحنا بنتكلم على تاريخ البوندسليجا اللي هي من 65، البايرن 32 بطولة، بروسيا دورتموند 5 بطولات، مونشن جلادباخ 5 بطولات. دي القصة، دي الحدوتة. يعني هنا يمكن أعتقد الزمالك النهارده ال 33، ما انا بقول من غير البوندسليجا من سنه 65 32 لقب. فانت بتتكلم ده على البوندسليجا. طب تعالى انت بتتكلم هنا، ده الزمالك وضعه احسن، ده الزمالك تلت عدد بطولاتي، انما دورتموند في البوندسليجا مقارنه بالبايرن تقريبا حوالي 13%، ومع ذلك الدوري الالماني بيصنف من اقوى الدوريات، وبيصنف من دوري بينتج منتخب قوي جدا، لانه كمان اللعيبه الالمان بيكونوا متواجدين في الفرق الالمانيه بشكل اكبر. طيب اذا حتى خدعه الكره المصريه، وبعدين يا جماعه نفتح الباب ولا نقفله؟ تعالى من فتره هتلاقي الناس كلها ايه؟ الكره المصريه، اول ما النادي الاهلي خسر من سان داونز، وضع الكره المصريه، وضع النادي الاهلي والزمالك. تعالى بقى السنوات اللي النادي المنتخب مصر حقق فيها في 86 كاس الامم، شوف النادي الاهلي كان وضعه ايه. تعالى في فتره مانويل جوزيه والحقبه من 2005، تعالى شوف تاريخ النادي الاهلي، وتعالى شوف انعكاسه على منتخب مصر. تعالى شوف النادي الاهلي لما يبدا دلوقتي السيطره دي هتنعكس ازاي بلاعبين على منتخب مصر.
فتأثيره على الكرة المصرية ولا حاجة. لأن صدقني ارجع كده الفترة من 2001 لحد 2004 وشوف الفترة اللي كان فيها منافسة بالشكل الوهمي اللي انت عايزه. منتخب مصر في أسوأ حالاته، كنا بنروح اللي عايز يغلبنا في أمم أفريقيا واللي عايز يغلبنا في تصفيات تعالى أغلبك. إنما الفترات اللي كان فيها تفوق كاسح للنادي الأهلي وعملناها قبل كده فقرة هنا انعكست إزاي على منتخب مصر. فصدقني إحنا فرحانين كجمهور الأهلي، فرحانين. وبالتاريخ حتى الدوري الإيطالي نفسه عندك اليوفي 36 بطولة، الإنتر عنده 19 لقب وما بيصنفش دوري قوي. لا طبعا، من أقوى الدوريات في أوروبا ومن الدوريات اللي بتنتج فرق قوية جدا ولاعبين أقوياء، وزي ما بنقول انعكاسها حتى في أوروبا حاليا. فوهم فكرة أن جمهور الأهلي يزعل ده مش حقيقي، إحنا فرحانين. سيبك من جمهور الأهلي، وهم فكرة أن انعكاس ده على الكرة المصرية، لا، انعكاسه على الكرة المصرية بالتاريخ إيجابي جدا. النادي الأهلي كويس، منتخب مصر كويس، هي دي القاعدة بالتأكيد يا فارس. وعشان كده الناس يعني صعبان عليها فكرة ان النادي الاهلي حاسم اللقب بدري بدري وعايزين يوصلوا لمرحلة ان انت يفسد لك اجواء الفرحة، لكن احنا مش هنستجيب لده. واعتقد جماهير النادي الاهلي اللي فرحانة النهاردة ببطولة بال 3 في كرة السلة بالتأكيد هتكون فرحانة بعودة الدوري لمكانه الطبيعي والاعتيادي في الجزيرة. نشوفكم بعد الفاصل. الفرحة حلوة، الأهلي الدم اللي يحبه عامل زي الروح جوه الجسم. الفرحة حلوة والانتصار حلو، وإن أنت تحقق أهدافك أكيد أحلى. لحظات مهمة جدا بنوثقها وبنعيشها معاكم على شاشة قناة النادي الأهلي، وإحنا بنحتفل ببطولة غالية جدا والنادي الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في كرة السلة. أكيد لحظات عظيمة جدا، وأكيد في تهنئة من الكابتن محمود الخطيب ل معانا دكتور سراج على الهواء. معانا التهنئه طبعا. تهنئه لفريق النادي الاهلي موجوده اهي معانا. كابتن محمود الخطيب يهنئ رجاء سله الاهلي بالبطوله الافريقيه والتاهل لكاس العالم للانديه. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على تهنئه لاعبي الفريق الاول لكره السله وجهازهم الفني والاداري والطبي بمناسبه الفوز ببطوله افريقيا للانديه بال التي اقيمت في رواندا والتاهل لبطوله كاس العالم للانديه ابطال القارات. وجه الكابتن محمود الخطيب التحيه لمنظومه الفريق بالكامل على تشريف كره السله المصريه بحصد اللقب القاري عن جداره واستحقاق بعد الفوز على فريق داون السنغالي في ختام منافسات البطوله. وأشاد رئيس النادي الأهلي بالأداء المميز للاعبين والتركيز الشديد والالتزام داخل وخارج الملعب، وكذلك الإصرار على الفوز باللقب وإسعاد جماهير النادي الأهلي التي تستحق الكثير. وقال أنه أثناء لقائه مع عناصر الفريق في المران الأخير قبل البطولة وبالفعل بذلوا شعر بالإصرار لدى اللاعبين والرغبة في العودة لكأس البطولة، وبالفعل بذلوا قصارى جهدهم على مدار كافة المباريات وكانوا الأفضل من كل الوجوه. وشدد على أن الفوز بالكأس الإفريقية يعكس شخصية الأهلي القوية للاعبين النادي الأهلي وروحهم العالية، وأكيد ويزيد المسؤولية الملقاة على عاتق الفريق للاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة. طبعا دي تهنئة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لأبطال القارة السمراء، لأبطال القارة الأفريقية، اللي بالتأكيد لازم برضو نروح نبارك ليهم من هنا، ونروح لدكتور محمد سراج رئيس بعثة النادي الأهلي فريق كرة السلة أبطال القارة الأفريقية. ألف مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك حبيبي يا سلام، تحياتي ليك والفارس وكل الساده المشاهدين. مبروك كل جمهور النادي الاهلي. مبروك يا دكتور، ولحظات جميله، واكيد انت بتعيش لحظات استثنائيه في تاريخ النادي الاهلي وبطوله مميزه. وانا عايز اسالك قبل اي كواليس، اسالك عن شعورك، يعني اهم حاجه مشاعرك في اللحظه دي تقولها لجمهور النادي الاهلي. كنت حاسس ايه النهارده والنادي الاهلي بيرفع الكاس الغاليه علينا كلنا دي يا دكتور؟ لا والله طبعا الحمد لله، احنا دايما النادي الاهلي بيسعى ان يكون رقم واحد، دايما اي بطوله بتدخل فيها بتسعى ان انت تكون بطلها. فالحمد لله اللعيبه الصراحه والجهاز الفني والاداري كلهم عندهم اصرار وتركيز قوي على البطوله من قبل ما نيجي، وماشيين في موسم موفق جدا الحمد لله، ختامها عملت يعني الحمد لله.
لكن انا كنت لامس بقى معاهم من قبل ما نيجي هنا وموجودين هنا بمنتهى التركيز ومنتهى الاصرار. طبعا هي بطوله صعبه لان انت البطوله الاولى من نوعها يعني النادي الاهلي تذكر تاريخ النادي الاهلي لاول مره في كاس البلد، والحمد لله دايما النادي الاهلي سباق في عشر بطولات وببارك لهم وكانوا رجاله وعلى قد المسؤوليه. قول لي يا دكتور كده يعني حاله يعني اللاعبين والجهاز الفني وان في جماهير من النادي الاهلي بتقرر انها تسافر وتثق في الفريق وفي قدرته على حصد البطوله، حاله اللاعبين قبل المباراه وصل لهم جماهير النادي الاهلي، الحاله اللي حصلت ليهم، فكره الاحتفال اللي احنا شايفينها دلوقتي مع الجماهير دي كانت مؤثره بشكل كبير على معنويات اللعيبه قبل المباراه؟ طبعا طبعا اكيد يعني هم احنا عرفناهم ان في ناس جايه من دول مختلفه كمان يعني مثل جماهير النادي الاهلي اللي جايه من مصر واللي عايشين بره في الكويت والسعوديه ولندن، ناس جت من مختلف الدول فده كان واصل لهم، وهم اول حاجه فعلا عملوها اول ما استلموا الكاس اول حاجه جريوا على الجمهور يعني عشان يتصوروا معاه ويشكروه. ويعني خلي بالك برضه اسامه وفارس احنا كنا قاعدين في صاله فيها 7000 تقريبا 7000 يعني بيشجعوا الفريق السنغالي، احنا قاعدين يعني برضو في ضغوط يعني فجمهور النادي الاهلي اللي كان موجود الحمد لله الحمد لله يعني عددهم قليل لكن هم يعني قاموا بالواجب يعني ما حسيناش ان احنا بنلعب بره ارضنا، صوتهم كان عالي ترشيحهم كان كبير فده لمس يعني تاثر معانا. طبعا يعني السنغال تقريبا الجاليه بتاعتها هنا الناس بجد كبيره حوالي 1000 واحد فطبعا وجودهم في الملعب في انحاء مختلفه فمشجع الباقي ان هو يشجعهم، لكن الحمد لله يعني جمهورنا قام بالواجب وكان على قدر المسؤوليه مع اللعيبه يعني. ده حقيقي. هو يا دكتور رساله توجهها للجماهير يعني انا عارف مدى قربك وعلاقتك بجماهير النادي الاهلي ومحبه جماهير النادي الاهلي ليك، فرساله ممكن من دكتور محمد سراج توجهها لجماهير النادي الاهلي خاصه ان النادي الاهلي في الفتره الاخيره بيبقى وطول الوقت الحقيقه بيبقى محتاج لوقوف جماهيره معاه وعندنا نهائي دوري ابطال افريقيا، ايه الرساله اللي توجهها للجماهير؟ لا يعني دايما يعني دايما كابتن محمود الخطيب بيقول دايما جمهور النادي الاهلي هو الظهر المستند النادي وهم دايما بيكونوا على الموعد معانا ومؤثرين معانا في كل المناسبات، وببارك لهم وببارك لجمهور مصر كله لان البطوله دي بطوله بتمثل مصر يعني بتمثل مصر وبطوله كبيره ومستاهله والحمد لله يعني كنا على قدر المسؤوليه. مبروك مبروك الحمد لله. دكتور يعني معلش احنا عارفين ان هي لحظه احتفال بس مهم جدا اللحظه الختاميه اللي بنرفع فيها الكاس بيكون قبلها لحظات كتير جدا صعبه، جمهور الاهلي كله بيشوف جهد النادي الاهلي ومجلس ادارته في الطفره اللي حصلت في قطاع كره السله والبطولات اتحققت وتغيير التاريخ، النادي الاهلي حاليا بيكتب فعلا تاريخ في اللعبه دي، عايزينك تكلم جمهور النادي الاهلي عن الدور اللي عمله النادي وبصماتكم الواضحه جدا ومجهودكم في فكره كره السله وازاي احنا وصلنا ان احنا نشوف النتيجه النهائيه ان احنا نشوف تغيير التاريخ ده ونشوف البطولات دي، يا ريت تكلمنا عن خطوات مجلس اداره النادي الاهلي اللي كانت في قطاع السله الفتره اللي فاتت. لا لا الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي يعني كان واضح اول يوم ان احنا شغالين على كل الملفات بشكل قوي منهم ملف النشاط الرياضي. يعني الحمد لله اشتغلنا عليه بشكل قوي. دكتور محمد ثانك يو سو ماتش، معلش كان بس في ناس بتبارك كده. خد راحتك خالص يعني اللحظات دي بيبقى احسن حاجه فيها التلقائيه يعني. لا بالظبط هو ناس حتى من جنوب افريقيا ويعني يعني افارقه بيبارجولنا كانوا معانا على مدار الايام اللي فاتت. فالحمد لله طبعا لا يعني النشاط الرياضي النادي الاهلي في تطور كبير الفتره اللي فاتت بالاستراتيجيه اللي ماشي عليها مجلس الاداره ووجود كابتن خالد العوضي بقى النهارده يعني ده ثمار شغله ثمار تعبه ثمار شغل المجلس فالحمد لله يعني الحمد لله ربنا يكملها على خير. الحمد لله. حسيت يا دكتور ان في اي لحظه من لحظات المباراه وانت عارف لعبه كره السله متقلبه جدا حسيت ان ممكن يكون لا قدر الله اللقب بعيد عن النادي الاهلي؟ الماتش كان ماشي كويس قوي بس انا في يعني قلقت شويه مع نهايه الشوط الثاني الثاني يعني يعني كانوا اتعادلوا قربوا في النتيجه فده قلقني شويه بس الحمد لله الشوط الثالث عملنا شوط عالمي حقيقه وطريقه انا جامد جدا يعني الحمد لله. لو في اي حد من الجهاز الفني كابتن طارق
احمد يعني نستاذنك لو موجود، لو مش موجود يعني وصل لهم تحياتنا. يعني يعني هو ما فيش حد كان دلوقتي بس لا ما اكيد اكيد يكلموهم. تمام بس ان شاء الله البعثه راجعه امتى ان شاء الله يا دكتور؟ احنا راجعين خلاص الفجر يعني، يعني هنتحرك من هنا الساعه 3:30 الصبح باذن الله، ونوصل ان شاء الله يعني 11 الصبح في مصر ان شاء الله. دكتور السلام ان شاء الله، عايزينكم كلكم في سفريات تانية كتير قريب لان سفريات النادي الاهلي بالتتويجات يا دكتور لا تنتهي. يعني بنشكرك جدا بنشكرك جدا. شكرا يا دكتور جداً. واكيد يعني كنا سعداء باللحظات دي، وزي ما قلنا لكم تهنئه كابتن محمود الخطيب كانت مهمه جدا وكانت رساله واضحه. أعتقد يا أسامة أنا وقفت عند الجملة بتاعت إن النادي الأهلي دايما ممثل وخير ممثل وخير سفير لأي لعبة في مصر، وأعتقد ده الدور اللي بيعمله النادي الأهلي واللي لازم يا أسامة بنوصله للناس، ونقول إن النادي الأهلي يا جماعة هو قوة مصر الناعمة رياضيا، خير ممثل وخير سفير للعبات كلها والرياضة المصرية، لأن بجد عمود خيمة الرياضة المصرية هو النادي الأهلي. وأعتقد كابتن محمود الخطيب دايما بيشير لفكرة إن النادي الأهلي يمثل الوجه الجميل لكرة القدم المصرية والألعاب الأخرى والرياضة المصرية بشكل عام. يمكن طبعا. حتى الدكتور محمد سراج كان حريص إن هو يوجه التهنئة لكل الشعب المصري، لكل المهتمين بالشأن الرياضي في مصر، لأن ببساطة شديدة النادي الأهلي بطل قارة أفريقيا، هو النادي الأهلي المصري، ممثل لكرة السلة المصرية، ممثل للرياضة المصرية، النادي الأهلي في مونديال الأندية هو ممثل لقارة أفريقيا، وبالتأكيد كل الشعب المصري طبيعي جدا إن هم يكون عندهم حالة من السعادة لوجود فريق مصري في مونديال الأندية في كرة السلة، وبالتالي بنقول مبروك لكل المهتمين بالشأن الرياضي. ولكن يبقى النادي الأهلي دائما وأبدا هو الريادة، هو دائما وأبدا حامل لواء الرياضة المصرية. يمكن قلتها كتير، النادي الأهلي بيتصدر المشهد ما بين الأندية في يعني مش بس رسم البسمة، لا ده كمان تشريف كرة القدم المصرية والرياضة المصرية. أيضا قلت قبل كده لاعب لو هو بيمثل حاليا الكرة أو الرياضة المصرية هو محمد صلاح، فتخيل عالمية محمد صلاح وبطولات النادي الأهلي في كل المجالات هي البسمة للرياضة المصرية. نتمنى إن شاء الله دايما وأبدا انتصارات للرياضة المصرية، وبالتأكيد تكون الانتصارات عن طريق النادي الأهلي حامل لواء وراية الرياضة المصرية في كل الألعاب وفي كل الأنحاء. عندنا طبعا الكابتن محمود الخطيب يعني تهنئة أيضا لفريق كرة السلة، وممكن أيضا يعني الفريق هيستعرضها أو فريق الإعداد هيستعرضها مرة أخرى، لأن ده مهم جدا إن هو يصل للاعبين تتويج لمجهودهم لما رئيس النادي الأهلي يكون على طول فور الإنجاز جاهز بالتهنئة وبيوصل لهم رسالة مهمة جدا. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة أفريقيا للأندية بال 3 التي أقيمت في رواندا، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات، لأن ده أيضا مكتسب من مكتسبات البطولة. ووجه الكابتن محمود الخطيب التحية لمنظومة الفريق بالكامل على تشريف كرة السلة المصرية بحصد اللقب القاري عن جدارة واستحقاق بعد الفوز على فريق داون السنغالي في ختام منافسات البطولة. وأشاد رئيس النادي الأهلي بالأداء المتميز للاعبين والتركيز الشديد والالتزام داخل وخارج الملعب، ودي دايما نقطة يعني للنادي الأهلي هي اللي بتكون الطريق لحصد البطولة، وكذلك الإصرار على الفوز باللقب وإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير. وقال إنه أثناء لقائه مع عناصر الفريق في المران الأخير قبل السفر إلى رواندا شعر بالإصرار لدى كل اللاعبين والرغبة في العودة بكأس البطولة، وبالفعل بذلوا قصارى جهدهم على مدار كافة المباريات وكانوا الأفضل من كل الوجوه، وشدد على أن الفوز بالكأس الأفريقية يعكس الشخصية القوية للاعبي الأهلي وروحهم العالية، ويزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق الفريق للاستمرار في خلال الفترة القادمة. إن شاء الله بإذن الله يستمر النادي الأهلي على القمة، لأن أنتوا عارفين إن دايما مكان النادي الأهلي القمة. عندنا لسه كلام كتير جدا، عندنا لسه قضايا كتير مهمة جدا في الأهلي خط أحمر، ولكن انتظرونا بعد الفاصل.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبرنامجكم الأهلي خط أحمر. يمكن الوقت الأول من برنامجنا كان أكيد في لحظات الاحتفال اللي كلنا عشناها واحتفلنا بيها، وكنا أكيد سعداء إن احنا نشارككم لحظات كتابة التاريخ ومين يكتب التاريخ زيك يا أهلي، ولكن كمان تغيير التاريخ وكمان محاولة إهدار جهد النادي الأهلي ومحاولة المساواة بينك وبين الآخرين على غير الحقيقة. يمكن كابتن أحمد حسام ميدو طلع بفقرة احنا قعدنا نتفرج وبقالنا أسبوع اهو بنحضر، لأن انتوا عارفين على عهدنا هنا بيكم ان احنا دايما بنطلع نرد بأرقامنا وبحجتنا القوية وبمعلوماتنا، وده دايما اللي احنا بنعمله. فخلال الفترة دي كنا أكيد بنشوف هنقول ازاي ان الكلام ده تغيير لكتير جدا من الحقيقة، لان انت لما تيجي تقول ارقام على اعتبار ان هي صحيحة وبمعزل عن دلالتها وتحاول توصل للمتلقي استنتاج موجود انت عندك بس، هتخليه يوصل لنتيجة غير حقيقية. هنا والنهاردة في خط احمر هنعرفكم ازاي النتيجة دي غير حقيقية اللي وصل لها كابتن احمد حسام ميدو، وإزاي إحنا هنا بنرد بالورقة والقلم بعد ما نطلع ونسمع أول فيديو. آخر عايز أقول لحضراتكم إجمالي الإنفاق في آخر 5 سنوات ما بين الزمالك والأهلي. الفرقتين فازوا ببطولات، ولحضراتكم ليكم التقييم يعني مين اللي أنجح، ولكن في آخر 5 سنين أقول لحضراتكم الزمالك صرف كام والأهلي صرف كام. الزمالك صرف 455 مليون جنيه على انتقالات اللاعبين في آخر 5 مواسم، والأهلي في آخر 5 مواسم صرف 905 مليون جنيه على انتقالات اللاعبين. الأرقام اللي أنا جايبها لحضراتكم دي محدش ينفع يقاوح فيها، لأن أنا جايبها من يعني المصادر الرئيسية وخدت مننا شغل كتير جدا وتعبنا فيها جدا عشان نطلع لحضراتكم الأرقام دي، لأن حقكم ان انتوا تعرفوا الارقام اللي بتتصرف وايه اللي بيتصرف. وهنا انا مش بلوم على حد ولا بقول اي حاجه، ولكن دوري كاعلامي ودورنا في البرنامج ان احنا نشتغل علشان نوضح لحضراتكم حقائق مفيش اي برنامج رياضي تاني هيقولها لكم. مفيش اي برنامج رياضي تاني هيقولها لكم، ده اللي قاله كابتن ميدو. طب عشان بالراحه بس نبقى فاهمين الفكره مغزاها ومضمونها ايه، انت هنا لما بتتكلم في ان الزمالك صرف ما يقرب من 450 مليون جنيه وان النادي الاهلي صرف 955 مليون جنيه، ده مقدمه استدلال رحت بيها لايه؟ لفكره ان في المقابل الفريقين حققوا ايه. طيب انت هنا رحت لحته معينه وهي ما صرفوا النادي الاهلي، ده على اعتبار انه صحيح، ده على اعتبار ان حجتك في الارقام اللي صرفها نادي الزمالك مقارنه بنادي الاهلي صحيحه، واستنتجت منها ان الرقم اللي يقترب من الضعف للنادي الاهلي على مستوى اللي اتحقق من بطولات وعلى مستوى اللي اتحقق من انجازات هو لا يتوازى مع حجم الانفاق. يعني انا ما صرفتش الضعف وحققت الضعف، لا انا في حجم الانفاق ما كانش فيه تنافسيه، ده في النادي الاهلي 955 مليون والزمالك ما يقرب من 450 مليون، ده الضعف او اكتر كمان من الضعف. وعلى الجانب الآخر حجم البطولات لا يتوازى مع حجم الإنفاق، هنا اجتزاء للي اتصرف أصلا، لأنك اختزلت فكرة الإنفاق وما ينتج عنها من نتائج بحاجة واحدة اللي هي قيمة الانتقالات، بعدت عن أجور، بعدت عن قيم لاعبين، بعدت عن فكرة المصروفات بشكل عام. طيب هل ده أصلا حقيقي ولا لأ؟ ده اللي أسامة عندنا كلام مهم جدا يرد عليه. تأكيد يا فارس، بس أنا خليني أقول إن الكابتن أحمد حسام ميدو وهو بيستعرض الفقرة دي كان بيستعرض ويقول هو ده الإعلام، وبيعمل الفقرة دي من أجل الحديث في البرامج الأخرى عن هذه الفقرة. هو الحقيقة أنت كابتن أحمد حسام ليك حاجة كده في الإعلام بتقدر تعملها وبتنجح فيها، بس الحاجة دي من وجهة نظرنا بتكون غير يقينية مش مبنية على دليل، والمعلومات لو انت متاكد انها معلومات صحيحه فيما هو متعلق بنادي الزمالك فده لقربك من نادي الزمالك وكمان لوجودك في اللجنه الفنيه لنادي الزمالك، ولكن الارقام المتعلقه والخاصه بالنادي الاهلي اعتقد ان احنا لن نتناولها لاننا عندنا يقين ان الارقام دي مش حقيقيه
وانس ان النادي الاهلي اصلا لا يعلن هذه الارقام، بالتالي لن نعلن هذه الارقام. ولكن احنا هنروح لنقطه مهمه جدا، هل الارقام دي والمعلومات دي تقدر تطلع تقول كده انها معلومات صحيحه؟ انا اقول لك دي معلومات خادعه. ليه؟ لان المعلومه لابد ان تكون مكتمله الاركان. ايه اللي دخل او ايه اللي اتصرف على اللعبه دي في اي فريق، وايه اللي دخل لي من اللعبه دي في اي فريق؟ انت استبعدت العاملين دول، استبعدت وحطيت عامل واحد فقط لا غير، الا وهو الانتقالات، برغم ان انت كاحمد حسام ميدو عارف كويس قوي ان في ارقام تانية ومدخلات تانية ومخرجات تانية وانت عارفها كويس وتحدثت عنها، ولكن ايضا مسؤولين في نادي الزمالك تحدثوا عنها، بيدلوا على ان الرقم اللي انت ذكرته عن نادي الزمالك هو رقم اقل بكثير او اعلى بكثير من اللي انت ذكرته. الرقم الحقيقي اعلى بكثير من اللي انت ذكرته. طب هل احنا هنقول كلام مرسل؟ لا، احنا نروح لاحد يعني اعضاء مجلس الاداره، يعني او عضو مجلس الاداره الاسبق، ده جايب الارقام من داخل محاضر الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، ده جايب الارقام الرسميه، وده كمان استعرضها معاك ومع غيرك، يعني هو في لقاء معاك وفي لقاء مع اعلامي اخر اعتقد الاستاذ محمد شبان. فخلينا نروح نشوف الاستاذ هاني شكري وهو بيتحدث عن ميزانيه الصرف في كره القدم فقط لا غير لنادي الزمالك، عشان ناكد لكم ان معلومات الكابتن احمد حسام ميدو لا هي مكتمله ولا هي صحيحه. خليني اقول لك على حاجه، انا بكره النهارده ميدو لو جيت قلت لك انت عندك مليار ونص اعمل بيهم فريق، ما انت هتعمل فريق كويس. ما هو ده اللي حصل، ما هو صرف على الفريق ده مليار 300 وكسر، مليار و300 وكسر عشان نوصل تاني فريق كره بتاع نادي الزمالك. ايوه يا فندم. في اخر ثلاث سنين، مش اخر ثلاث سنين، اخر ست سنين. ثانيه واحده يا فندم اقول لك الرقم بالظبط. طيب اخر ست سنين اتصرف عليه مليار و300 مليون جنيه ترانسفير فيز وويجز بتاعت لعيبه او مرتبات لعيبه، وطبعا عقود مدربين وشروط جزائيه مليار 313 605 اولموست مليار ونص، يعني مليار فريق 113 على فريق. انت شايف ان بالرقم ده طبيعي ان انت تعمل فريق عظيم؟ الحلقه دي كانت في 2020، يعني حلقه مر عليها سنتين وكذا شهر يعني. والحقيقه الحلقه دي بتقول لك ان في ست مواسم تم الصرف على نادي الزمالك مليار و300 مليون، والكلام ده بيتقال قدام مين؟ قدام كابتن احمد حسام ميدو. من مين؟ من المهندس هاني شكري، عضو مجلس اداره اسبق في نادي الزمالك، مطلع ارقام بمعلومات دقيقه من داخل نادي الزمالك. متخيلين لما يتقال في ست سنوات مليار و300 مليون الكلام اللي بيقوله الكابتن احمد حسام ميدو في الحلقه الاخيره ده معناه ايه؟ معناه انه كلام مغلوط. طب هنا ممكن حد يقول لي خد بالك الراجل بيتكلم عن اخر خمس سنين والكلام ده سنه 2020، فوارد ان المصاريف اللي كانت موجوده بشكل كبير جدا كانت في بدايه فتره 2014 و15 و16. هنقول لك بقى الكلام ده مع فارس يوضح لك ان في سنه اتصرف فيها اكتر من رقم احمد حسام ميدو بالكامل. طبعا انتوا لما تتابعوا الارقام اللي قالها ميدو وتيجوا تشوفوا الكلام بتاع استاذ هاني شكري اللي هو اصلا بيتكلم هنا من واقع مش وجهات نظر يا جماعه، يعني احنا ما جيناش كابتن ميدو عمل حاجه اعلاميا، وهي ان هو بنى مقدمته على فكره مش يقينيه، ان انا ودي ارقام انا جبتها من مصادري، بس هل عندنا الشيء اليقيني ان الارقام دي صح؟ لا. هل اللي بيتكلم ده بيقول ان ده من واقع ميزانيات النادي الاهلي او من ميزانيات نادي الزمالك؟ برضه لا. انما الكلام اللي انتوا هتسمعوه ده من واقع ميزانيه نادي الزمالك، فبالتالي نعرفكم ان المقارنه غير موضوعيه والرقم غير موضوعي لما تسمعوا الفيديو معانا ده، وركزوا في التفاصيل. تعالى اوريك بس ارقام نقعد كده نتخيلها مع بعض. انت حضرتك واخد الارقام دي من الميزانيه المعلنه بتاعت النادي. ايوه يا فندم، اللي معموله انا ما عملتش حاجه. أوكي. عملوا عليها تسويات وكده وخدتها دي الارقام. أوكي. دي كان المفروض يعني في اكتر من كده، بس ولكن ما جراش حاجه بالتسويات بتاعتها. يعني خلينا نقول من يعني من هم عاملينه اوريدي من ورقهم، مش من ورق انا ما عملتش حاجه فيها حاجه. تمام. ما تم صرفه على كره القدم، اسمع بقى دي، مليار 913 مليون جنيه. مليار 913 مليون؟ صح، يعني حوالي 2 مليار مثلا. 2 مليار جنيه. Yeah. هل ده معقوله؟ اخذنا بطوله واحده في 2014 وبطوله ثانيه اللجنه اللي واخداها في 2021 للدوري. ما هو يعني انت تعرف الفريق ماشي
كونسيستنسي وماشي بمؤسسيه في من خلال الدوري لانه الدوري ده مجهود سنه كامله. ايوه خدنا كاسات، خدنا 3 كاس ولا 4 كاس كونفدراليه والكونفدراليه والكلام ده كله، انما فين افريقيا؟ فين بطوله الدوري السبع سنين حضرتك كنت فيهم؟ اقول لحضرتك حاجه، بس سؤال، 2 مليار ده في الست سنين في السبع سنين بتوع يعني لغايه النهارده لغايه 30/6/21 30/6/21 مظبوط يا فندم. يا جماعه الكلام ده خطير جدا جدا، لان انت يا ميدو حاجه من الاثنين، يا يعني انت عملت الهدف اللي انت بدات تتكلم فيه وفكره ان النادي الاهلي صرف 955 مليون مقابل للزمالك 450 مليون وده حقق بطولات 11 وده حقق 8 والمقارنه اللي انت قارنتها وكان الاثنين قريبين من بعض، انت اغفلت كل الكلام ده. لان استاذ هاني شكري هنا في الفيديو ده بيتكلم ان بعد سنه من اللقاء الاول اللي كان بيتكلم فيه مع ميدو، الغريب ان اصلا في الاول كان بيتكلم معاك، دي برضو ملحوظه بالنسبه لي غريبه بس مش هتستغربوها لما نكمل في الفقره شويه، يعني التناقض ده مش هتستغربوه لما تكملوا معانا لاخر الفقره، واوعوا ما تكملوش لاخر الفقره لان هتلاقوا مفاجآت. دي جزء من المفاجآت، ان هنا في 2021 طبعا احنا سمعنا في الفيديو اللي قبله في 2020 كانت قال ان نادي الزمالك صرف ما يقرب من مليار 315. طيب انت السنه اللي بعدها بقى الرقم مليار 913. في الفتره دي بس السنه دي، وقال احنا حققنا بطوله واحده في السنه دي 600 مليون. ميدو لما جه يبدا فقرته اصلا قال نادي الزمالك صرف 450 مليون في 5 سنين، في 5 سنين في عدد السنوات اللي قارن بيها. يا جماعه ده انت عندك في سنه واحده بس في 600 مليون. هنا لما انت تيجي تتكلم في حاجة يا جماعة أنا آسف يعني في التسويق وفي المصروفات، لأن أنت دايما بتقدم نفسك أن أنت حد ملم في فكرة التسويق، أنت لما تيجي تبدأ تحط أمور تسويقية وتشوف الشيء اللي أنت حققته أو النتيجة اللي أنت حققتها أو الريفينيو اللي أنت حققته اللي هو العوائد يعني مقارنة بالإكسبنسز كوست اللي هي المصروفات اللي أنت صرفتها، لازم تحط كل بنود المصروفات مش الانتقالات، وسايب انا بقى هنا المصروفات اللي خاصه بقيمه الرواتب السالري بقى والمدرب وكده، واجي احط قيمه الانتقالات وحققت قصادها كام. يا جماعه انا اسف ده مش تسويق، ده مش بيزنس، ده مش اداره، ده مش تفكير مفترض ان انا اتعامل مع المتلقي اللي قاعد عايز ياخد مني كاعلامي معلومه احاول افهمه يعني ايه لما تصرف كذا تجيب كذا مقارنه بكذا صرف كذا جاب كذا، اروح حاطط له 450 مليون و955 مليون واقول له يبقى ده ما حققش كتير مقارنه باللي صرفه وده حقق كويس. والله العظيم احنا بنوصل للناس معلومات غلط، وبنوصل للناس افكار تسويقيه واداريه غلط، لان الراجل جه في 2021 بس بيقول لك احنا صارفين مليار 913. يبقى لما اخد الارقام ما اقولش للناس 450 مليون يا كابتن ميدو. هنا احنا بنقول لك حاول تبص للزاويه اللي انت بتصيغ منها ليس لاسباب تتعلق بالزمالك ده شيء يخصه، او تشوف ان اللي بيصرفه مقارنه باللي حققه ده تاريخيا جيد ولا لا ده شيء يخصه، انما النادي الاهلي المقارنه دي هدفها تقليل الانجاز اللي حققه مقارنه بالمصروفات، وده ليس حقيقي بالمره، لان هنروح لامور تانية يا اسامه كمان لما نكمل تتعلق بفكره اللي اتحقق الفاليو بتاعته ايه. خليني اقول لك هو احنا تارجتنا ايه من الفقره دي؟ احنا تارجتنا من الفقره دي ان اي حاجه مثيره للجدل ممكن رساله تتمرر للعقل الباطن للمتلقي ان القصه ايه ده؟ يعني احنا صارفين ضعف نادي الزمالك ومحققين 11 وهو محقق 8 او 7 او ما هذا، فتبدا تتكلم اه ده فل قوي كده. فهنا هو ده التارجت اللي احنا عايزين نمنع وصوله للعقل الباطن للمتلقي، لكن تارجت كابتن احمد حسام ميدو انا بقول لكم هو نجح فيه، لانه تارجته بالنسبه لي ظهر في بدايه الفقره لما قال احنا بنعمل شغل هنشتغل عليه وبرامج اخرى هتشتغل عليه، فوانس احنا جبنا الفقره وبالتالي هو حقق تارجته. لكن الاختلاف بقى هنا في التارجت، هل انت تارجتك ان انت تتشاف فقط لا غير وناس تانيه تطلع ترد عليك حتى لو بتقول كلام مغلوط، ولا تارجتك بالفعل ان انت توقف اي معلومه غلط وان انت تكون منطقي وان انت يكون كلامك موضوعي حتى لو انت منحاز لنادي اخر؟ هنا بقى اختلاف التارجت ما بين مقدم برامج ومقدم برامج، وكل واحد
يشوف التارجت اللي يريحه. ولكن قناعاتي ان كابتن احمد حسام ميدو نجح في تارجت المشاهده، نجح في تارجت اثاره الجدل، نجح في تارجت ان برامج تشتغل عليه، لكنه فشل في حاجه مهمه جدا وهي الموضوعيه. ليه بقى؟ لان الكابتن احمد حسام ميدو بيجيله لحظات بيكون فيها موضوعي فبيقول الكلام اللي هنشوفه في الفيديو ده. انا شايف ان مسؤولين نادي الزمالك واللجنه اللي بتدير نادي الزمالك لازم يكونوا بقدر كبير جدا من الصراحه مع جمهور الزمالك. تمام. لان جمهور الزمالك هو الترمومتر اللي بينجح واللي بيفشل. مفهوم. وفرقه الكوره هي اللي بتنجح او اللي بتفشل. لازم يبقى في صراحه وصراحه تامه مع جمهور نادي الزمالك بالموقف الحقيقي للفريق. وانا اقول لك انا على درايه كامله بموقف عقود اللعيبه والبادجت لفريق كره القدم الفريق الاول. واقدر اقول لك بالارقام وانا معاك دلوقتي. تمام. لو حابب تقول اتفضل. اكيد هقول لك لان انا مش مسؤول في الزمالك. تمام. يعني هقول لك. طيب نادي الزمالك لازم جمهور الزمالك يعرف الكلام ده ويبعد عن العاطفه ويبعد عن الناس اللي ممكن تكون ان هي بتقول لهم اخبار مغلوطه. وانا بقول لهم الحقيقه. تمام. بقول لهم الحقيقه. البادجت بتاع فريق الاول نادي الزمالك لهذا الموسم 336 مليون جنيه. تمام. وده رقم كبير جدا. على سبيل المثال البادجت بتاعت الفريق الاول بتاعت النادي الاهلي ما بين 230 و245 مليون جنيه. تمام. فانت بتتكلم في ان انت ثاني اكبر فريق في مصر بعد بيراميدز. سؤال مهم جدا لازم جمهور نادي الزمالك يساله لنفسه قبل ما يساله لاي حد ثاني. ليه نادي الزمالك عنده عجز في ان هو يوفي بوعوده وعهوده تجاه لاعبيه وتجاه مدربيه؟ الاجابه لانه بيقدم عقود هو نفسه ما يتحملهاش. الاجابه ان البادجت بتاعت الفريق الاول بتاع فريق الكوره الفريق الاول بتاع نادي الزمالك اكبر كبير بكتير جدا من العوائد اللي بتخش لنادي الزمالك خاصه فيما يخص كره القدم. تمام. وده معناه ان فريق كره القدم داخل نادي الزمالك هو بيزنس موديل فاشل. بيزنس موديل فاشل يعني ايه؟ يعني النهارده لو جه انفستر او جه مستثمر يستثمر في نادي الزمالك واتعرض عليه البيزنس كيس او الحاله بتاعت الحاله بتاعت الفريق الاول بتاعت نادي الزمالك مفيش مستثمر هيخش يستثمر معاك. يا كابتن احمد حسام انا بدعوك ان انت تتفرج على الفقره دي، ولو مش عاوز تتفرج على الفقره دي وفقط لا غير هتكتفي بمشاهده نفسك واقوالك تتفرج على الفقره اللي انت عملتها وحاولت تمرر ان النادي الاهلي صرف ضعف في نادي الزمالك، وتتفرج بس على الفيديو اللي مدته دقيقتين 34 ثانيه. وخلينا اقول لك كلمات انت قلتها في الفيديو ده. انت قلت لابد على المسؤولين داخل نادي الزمالك ان هم يقولوا الحقيقه وما يخدعوش جماهيرهم. خليني اقول لك ان انت قلت ان ابعدوا عن الافكار الخاطئه. انا بقول لكم الحقيقه. خليني اقول لك ان انت قلت ان نادي الزمالك في كره القدم بزنس موديل فاشل، وان اي مستثمر لو جاء اتعرض عليه الحاله دي هيرفض ان هو يرعى نادي الزمالك او يدفع مقابل في رعايه نادي الزمالك. ده كلام مين؟ ده كلام احمد حسام ميدو. طب تعالى الارقام اللي هو بدا عليها او بنى عليها فكرته او حلقته اللي اثارت الجدل وبرامج اشتغلت عليها. بيتكلم عن ان بادجت نادي الزمالك في موسم واحد 336 مليون. فيا كابتن احمد حسام انا عايزك انت قول لي باي عقل باي منطق باي موضوع باي طريقه حسابيه باي حاجه خزعبليه توصلني في النهايه ان الشخص اللي بيقول بادجت نادي الزمالك في الموسم 236 مليون في الخمس مواسم يكون عامل 450 مليون او ما يقارب 450 مليون الا اذا كان قفل باب النادي اربع سنين. يعني قفل باب النادي كده اربع سنين. فالكابتن احمد حسام عمل الفقره وعمل ترجته منها، لكن احنا بنوضح لكم ان الارقام اللي قالها الكابتن احمد حسام ميدو ارقام مغلوطه، ارقام خادعه، اقتصرت على حاجه واحده فقط لا غير. ده ان صحت، خد بالك ده ان صحت، لان احنا في وقت من الاوقات مش عارفين
اللعيبه الاجانب دي الدولار ده بكام؟ عامل كام النهارده وقت التعاقد مع اللعيبه؟ ولما اتباع اللعيب ده الدولار ده كان بكام؟ ولما البطوله دي دخلت انا حققت منها كام؟ ولما البطوله دي دخلت معاش مين؟ كل ده انت استبعدته تماما. وعشان كده انا شايف ان قصه ال 900 مليون وال 450 مليون اعتقد بالفيديوهات اللي احنا عرضناها من المهندس هاني شكري، واعتقد باللي احنا عرضناه على لسان ميدو نفسه التكلفه او البادجت بتاع نادي الزمالك في موسم 336 مليون بيؤكد ان كلام الكابتن احمد حسام ميدو معلومات مغلوطه. وزي ما هو كان خارج موضع المسؤوليه وهو بيتكلم عن بادجت الموسم في نادي الزمالك، بنقول له هل وجودك دلوقتي في قلب المسؤوليه في نادي الزمالك خلاك تعمل اللي انت كنت بتنصح بيه مسؤولين نادي الزمالك وهم بيعملوه لما قلت ما تخدعوش جماهيركم؟ ده السؤال اللي يتوجه للكابتن احمد حسام ميدو. لسه ما خلصناش قصه الكابتن احمد حسام ميدو، لكن هنطلع فاصل، وبعد الفاصل فقره اخرى وكلام اخر يثبت ان الفقره او الحلقه اللي عملها كابتن احمد حسام ميدو كانت لمجرد عمل شو، ولكنها ارقام خادعه منقوصه. الدليل هنا، المنطق هنا، الكلام الموضوع هنا، الانحياز بموضوعيه هتلاقيه هنا في الاهلي خط احمر. ورجعنا لكم والاهلي خط احمر ومواصلين في اللي اتكلم عنه ميدو. نرجع ونفكركم قبل الفاصل كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان ميدو بدا مغالطه بان هو قال ان نادي الزمالك صرف 450 مليون والنادي الاهلي صرف 955 مليون وان اللي اتحقق 11 بطوله مقابل 8 بطولات، فبالتالي بنى استنتاج ان اللي اتصرف مقارنه باللي اتحقق ده رقم جيد جدا مقارنه بالنادي الاهلي. واعتقد وقفنا معاكم عند امور كتير جدا تقول ان الارقام دي مش مظبوطه، لان لما اجي اقيم اللي اتصرف ما ينفعش اقف ابدا عند قيمه الانتقالات، لا لازم اقف عند المصروفات كلها بما فيها من رواتب. وجبنا ناس كانت موجوده داخل نادي الزمالك من واقع الميزانيه اتكلموا في حجم المصروفات الحقيقي اللي تجاوز المليار و900 مليون. ولكن كان عندنا أمر آخر وهو مدلول البطولة نفسها. يعني إيه مدلول البطولة؟ يا جماعة في أي مقارنة، ما ينفعش أقول أنا حققت اتنين وإنت حققت اتنين. السؤال المنطقي لما حد يقول لك أنا حققت اتنين وفلان حقق اتنين، حققت اتنين إيه وفلان حقق اتنين إيه؟ لأن الفكرة مش في الرقم، الفكرة في مدلول الرقم. وده شيء مهم جدا أغفله ميدو. لما نسمع الفيديو ده ونرجع نعقب هتعرفوا اغفلوا ازاي. الزمالك في موسم 2018 و2019 كسب كاس مصر، بطل كاس مصر، بطل الكونفدراليه، وكاس السوبر المصري السعودي. الاهلي كسب ايه في موسم 2018 2019؟ كسب الدوري المصري. الزمالك كسب السوبر المصري وكاس السوبر الافريقي في 2019 2020. الاهلي في نفس الموسم كسب الدوري المصري وكسب السوبر المصري، لو تفتكروا كان في نفس السنه دي بس كانت النسخه بتاعه 2018 2019، اتلعبت باللعيبه الجداد، وكسب دوري ابطال افريقيا، فيعتبر موسم ناجح جدا. الزمالك في الموسم ده بطل الدوري ب 20 مليون جنيه فقط، صرف 20 مليون جنيه وبطل الدوري، موسم يعتبر ناجح بالنسبه للزمالك. تعال نشوف الاهلي كسب ايه. الاهلي كسب كاس مصر ودوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي، فيعتبر موسم ناجح جدا بالنسبه للنادي الاهلي. انا بسرد لحضراتكم الارقام والحقائق، مش بحكم على حد، انا سايب لحضراتكم التقييم. الفريقين بيكسبوا بطولات، الزمالك كسب الدوري، بطل الدوري، وكاس مصر اللي هي النسخه بتاعت 20 بتاعت 2021 اللي هي السنه اللي قبليها. الاهلي كسب ايه؟ الاهلي كسب كاس السوبر الافريقي. الزمالك ما كسبش حاجه خالص، موسم سيء جدا بالنسبه لنادي الزمالك. والاهلي كسب كاس السوبر المصري اللي هي النسخه بقى اللي قبليها، وكاس مصر النسخه اللي قبليها، وحتى الان هو متصدر الدوري المصري. والاهلي هيكسب الدوري لو لينا كلنا عمر يعني ان شاء الله، وتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله الاهلي يكسب بطوله افريقيا. هنا احنا بنقول لكم عليها، وهنا فكره
ان ميدو من اول الفقره اللي اتكلم فيها هو عايز يحط في دماغ المتلقي فكره معينه هو مقررها مسبقا. يعني ميدو اصدر الحكم مسبقا ان حجم الانفاق ما بين النادي الاهلي والزمالك مقارنه بعدد البطولات ال 11 قصاد 8 ده معناه ان النادي الاهلي مقارنه باللي انفقه اللي هم 955 مليون على حد وصفه ده 11 بطوله، و450 مليون انفقه النادي الزمالك 8 بطولات. هنا المغالطه، هنا فكره ان انا احاول اوصل لك قناعات غير منطقيه بالمره، لان ميدو جه في موسم بيقول الزمالك حقق الدوري وهو صارف 20 مليون جنيه بس. صارف 20 مليون جنيه ايه بس؟ انتقالات؟ طب الرواتب كام؟ طب الاجور اللي اتصرفت في كل الفريق كام؟ ده كان فين من المقارنه؟ مش موجود. هتلاقيه بدل ما المفروض فيه خمس ست معطيات تقارن بيهم هو شال اربعه وحط واحد عشان يوصل لك الفكره. تاني حاجه الاهم اللي هي مدلول البطولات، لو نستعرض البطولات اللي حققها الاهلي مقارنه بنادي الزمالك هنقف عند اغفال حتى مدلول البطولات. هنلاقي فكره ان مفيش حد وقف عند فكره طب ده ايه مقابل ايه؟ ال 11 ايه مقابل الثمانيه ايه؟ 11 بطوله النادي الاهلي مقابل 8، النادي الاهلي حقق 2 دوري عام، 2 كاس مصر، 3 سوبر مصري، 2 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر افريقي، 3 مشاركات كاس عالم انديه. على الجانب الاخر البطولات بتاعت نادي الزمالك 2 دوري، 2 كاس كل ده محلي، 1 سوبر مصري وسوبر افريقي وسوبر مصري سعودي، هنا احتسبنا البطوله والكونفدراليه. هنا بقى يا جماعه بعد اذنكم محتاجين نقف ونقارن بفكره مدلول البطوله. انت بتتكلم في نادي حقق البطوله الاقوى لاي نادي داخل القاره. لما انت تيجي تسال اي نادي داخل القاره ايه البطوله الاقوى اللي بتلعبها الرسميه اللي مفترض تحققها هيقول لك دوري ابطال افريقيا. ايه البطوله اللي بتحقق ريفينيو هو الاعلى اللي هي العوائد هي الاعلى؟ هو دوري ابطال افريقيا عشان مشاركه كاس العالم للانديه. النادي الاهلي حقق دوري ابطال افريقيا مرتين، الزمالك ما عاش دوري ابطال افريقيا بنتكلم من 20 سنه او اكتر. على الجانب الاخر انت بتتكلم ان النادي الاهلي وصل 3 مشاركات كاس العالم للانديه حقق منهم برونزيتين، دول مش محسوبين كالقاب. ولكن لما تيجي تكلمني عن حجم النجاح البرونزيتين اللي ما اتحطوش في الالقاب دول انا بشوف ان برونزيه كاس العالم للانديه هي اقوى اكيد من اي بطوله محليه، ده ما فيش مجال للمقارنه. ده لما بتحقق برونزيه على نادي زي الهلال السعودي وانديه زي بالميراس من امريكا الجنوبيه ومونتري والفرق ده، ده حجم تنافسي مختلف غير العوائد الماليه اللي انت بتحقق تلات عام الانديه بتحقق ريفينيو قد ايه. كابتن ميدو انت بتتكلم وبتقدم نفسك كحد ملم باقتصاديات كره القدم، انت هنا بتخفي كل امور لها علاقه بان انت لازم لما تيجي تقيم فكره ان النادي الاهلي حقق ايه تقف عند برونزيتين عالم، وتقف عند الفاليو والادد فاليو للنادي بتاعت برونزيتين كاس عالم، اللي هو ايه القيمه المضافه من برونزيتين كاس عالم دول؟ هل دول لما اجي اقول ان النادي الاهلي صرف 955 مليون منهم رقم زي 2 برونزيتين والعوائد الماليه والقيمه الفنيه والرعاه اللي هتبص النادي هو بيحقق برونزيتين عالم مقارنه بنادي مفيش اي مشاركه في تاريخه في كاس العالم للانديه؟ انت اغفلت كل ده من المعطيات عشان ايه؟ عشان تقول انا بقدم فكره انا عايز اوصل لنتيجتها، مش بتقول للمتلقي المقارنه الصح. ولكن يمكن تعتقد للحظه ان دي مفاهيمنا احنا او افكارنا احنا او قناعاتنا احنا في قصه قيمه البطولات، بس كابتن ميدو يقول لك انا ماليش دعوه باللي انت بتعمله ده، انت بتكلمني في مفاهيمك ليه؟ كل واحد له افكاره بالزبط. انا رايي واحد زي واحد، اتنين زي اتنين، بس دي قصتي. مع ان ده لا يتسق يعني مع البيزنس موديل للنادي اللي اتكلم عنه الكابتن احمد حسام ميدو، واتكلم ان هو لو شفت نادي الزمالك وعدم تحقيقه للالقاب ب المصاريف او البادجت اللي اتصرف في الموسم ده هيكون بيزنس موديل فاشل وما تقدرش ان انت تجيب رعاه. طب انا كنادي اهلي لما اجي اسوق النادي الاهلي وهو بيصل للنهائي الرابع على التوالي في دوري ابطال افريقيا، ده ما عندوش او ما يعملش اغراء للرعاه وقيمه طبعا. النادي الاهلي على عكس فرق مصر مع كامل احترامنا وتقديرنا ليها اللي هي لا تتخطى دور المجموعات، ولو فريق تخطى دور المجموعات بيصطدم بفريق هابط في الدوري الجنوب افريقي وبيتم الاطاحه بيه يعني من الكونفدراليه. فالقصه لا، انت عارف كويس قوي يا كابتن احمد حسام القصه ماشيه ازاي. لكن الحقيقه انا زي ما قلت انت وصلت لتارجت معين ان برامج تتكلم عن الفقره وان انت تصل بالفقره دي لاثاره الجدل فقط لا غير، لان الحقيقه كلامك انت شخصيا عن قيمه البطوله
واضح. وبرضو ايه في لحظه من اللحظات الابداعيه اللي بيكون فيها الكابتن احمد حسام ميدو موضوعي. ختمنا الفقره الاولى بفيديو الكابتن احمد حسام ميدو، حتى فيديو البطولات ومعايير البطولات وماهيه البطولات والمقارنه بين البطولات، انا والله عايز الكابتن احمد حسام ميدو اللي يرد بنفسه. نشوف الفيديو. طبعا داخل النهارده على مرحله حياه او موت، يكسب بطوله افريقيا ابطال الدوري يا اما كل اللي انا بعمله ده يعتبر فشل بالنسبه للناس، خاصه ان انا ما كسبتش الدوري. انا ما كسبتش الدوري زي الاهلي، الاهلي عنده شويه كريدت كسب الدوري، انما النهارده الزمالك داخل عريان. النهارده بس الزمالك معاه بطولتين ولا هم البطولتين السوبر حاجه، البطولتين الكبار الدوري وبطوله افريقيا ابطال الدوري. الكاس والسوبر دول حاجه ثانيه، دول ايه؟ عارف لما بتعمل اكل حلو كده في الاخر وبتحط لها شويه حاجات حلوه فوقيها، دول السوبر والكاس. معلش مع احترامي، البطولتين اللي بيعيشوا انديه كبيره الدوري وبطوله افريقيا ابطال الدوري. هو ده اللي الجمهور بيجي لك في الاخر يقول لك يا عم، يعني مثلا ايه ما تخشش في خمس بطولات تقول لي انا كسبت الكاس واثنين سوبر، ماشي حلو قوي. عملتوا البطولتين دلوقتي كده؟ يعني انا برضو زي ما بص، هي القصه باختصار شديد بقول لك اسمع نفسك بس. يعني القصه باختصار شديد في الفقره اللي انت قلت بذلت فيها مجهود جبار جدا، وان انت قدرت تصل لقصه ازاي تجيب الصفقات وتجيب وكيل لاعبين، وده شغل يحترم بالتاكيد، شغل يحترم. احنا بنحترم كل الناس بالمناسبه، لكن انت نسيت حاجه واحده بس، ان في يوتيوب، ان في كلام ليك انت موجود. ما هو انا مش بقول كلامي ولا الراجل اللي معايا ده بيقول كلام، يعني لا كلامي ولا كلام فارس، احنا بنجيب كلامك. فبنقول لك يا كابتن احمد حسام ميدو، في الفقرات الجايه اللي انت هتعمل عليها شغل مع فريق اعدادك، وان انت واثق انها هتروح للتارجت بتاعك وهتروح لقصه ان انت عايز ايه من الفقره، بنقول لك خد بالك، بص على اليوتيوب، اكتب احمد حسام ميدو لما اتكلم عن معيار البطولات قال ايه، احمد حسام ميدو لما اتكلم عن البادجت بتاع نادي الزمالك قال ايه، سيرش صغير كده، بحيث ايه لما تيجي تعمل فقره قول بس ده في الاهلي خط احمر، عندهم فريق اعداد هيجيبوا لي، انا قلت قبل كده وهيجيبوني ارد على نفسي، وهيبقى الموقف صعب جدا، الموقف صعب جدا. فبالتالي اعتقد الكابتن احمد حسام ميدو نهى الجدل ونهى اثاره الجدل في قصه البطولات، قال بالتحديد الفرق بتعيش على بطولتين، دوري ابطال افريقيا والدوري العام. عارف انت بقى لما تكون عامل اكله حلوه وتحط عليها شويه حاجات حلوه كده، ده بقى كاس وسوبر بقى، مع كامل احترامي للكاس والسوبر. وانا بتفق مع الكابتن احمد حسام ميدو وبكتفي برد الكابتن احمد حسام ميدو في قصه معيار البطولات. لكن الحقيقه معانا يا فارس راي اخر للكابتن احمد حسام ميدو ايضا بيحطنا في صوره، هو التناقض ده مستمر لامتى؟ لا بيحطنا نقلق، لان انا شايف ان كابتن ميدو عمل القصه دي والفقره دي بشعار فيلم الناظر، والله يا جماعه اللي هي فكره يا رب ما حدش ينخرب ورانا، يعني يلا نقول الارقام دي ويا رب ما حدش ينخرب ورانا. ولكن المشكله احنا بنعرف ننخرب كويس قوي، لان الموضوع ما كانش متعلق بس في تناقضات تخص النادي الاهلي، ده تناقضات تخص تقييمه لصفقات ولاعبين بشكل عام. اختلف الموقف بشكل مخيف جدا زي امام عاشور، لما نسمع كابتن ميدو كان بيقول ايه عن امام عاشور في فقرته اللي هي اتكلم فيها عن الفارق بين اللي حققه النادي الاهلي ونادي الزمالك. امام عاشور واحده من الصفقات برضو العظيمه اللي الزمالك يعتبر كسب فيها فلوس كويسه جدا، يعني تخيلوا الزمالك جاب امام عاشور ب 12 مليون جنيه وباعه ب 3 مليون دولار. يعني في 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 علم الكوره الزمالك خد الماكسيمم من امام عاشور، جاب لعيب صغير طوره اشتغل معاه كويس طيره، صفقه عظيمه للزمالك امام عاشور. هو توجيه الفقره واضح وافكار الفقره اللي ميدو بيتكلم فيها واضحه، فكره التسويق والاجتزاء بتاع امام عاشور دون النظر، انا طلعت امام عاشور جبت مين مكانه، من اللاعب اللي عوضه، الكندوسي اللي انت كنت عايز تجيبه راح المنافس، كل الامور اللي اي حد لما يجي يقيم اداريا ويقيم ان الامور مش ماليه بس، وفكره تعويض اللاعب وتعويض القيمه الفنيه للاعب والمنافس اخذ منك مين، كل ده بره حسابات ميدو. بره حسابات ميدو ليه؟ اعتقد ده اسامه هيقدر يوضحه لكم كويس قوي. برضه اسامه؟ لا انا برضه بكتفي، انا بكتفي باقوال الكابتن احمد حسام ميدو في قضيه امام عاشور ايضا يسمع الفيديو ده. يعني مستقل الرقم اللي هو يعني مستقل الرقم اللي هو بتاع 3 مليون دولار، ان هو امام عاشور، انا بالنسبه لي امام عاشور لعيب كبير جدا، لعيب كويس قوي، يعني مش عارف الحسبه
ازاي؟ بس انا شايف ان 3 مليون دولار بالنسبه لامام عاشور ده مش قيمته الحقيقيه، يعني هل انا بتمنى ان الزمالك يعني يعرض يعني يعرف يعرض شويه كده، يعني يكون مثلا هل في بونص اكتر للزمالك؟ الزمالك ليه 30% من اعاده بيعه. 3 مليون دولار بالنسبه لامام عاشور ولاعب بقيمه امام عاشور، انا شايفه ان هو رقم قليل جدا جدا. هل النادي بيمر بظروف ماديه؟ محتاج ظروف ماديه صعبه، محتاج ان هو ديسبريت ان هو يبيع امام عاشور، مش عارف. لكن انا كنت متخيل ان لعيب زي امام عاشور ده ممكن يطلع اعاره ب 2 مليون دولار 3 مليون دولار زي ما كان بيحصل قبل كده. لعيبه بتطلع ماشي، دي كانت لعيبه في الخليج، لكن انا معرفش الناس بتقيس القيمه التسويقيه للعيب في مصر ازاي، ولكن انا اراهن ان امام عاشور قيمته التسويقيه اكتر بكتير من 3 مليون دولار. ده في رايي يعني، مش عارف الرقم قليل يعني. الحقيقه نفسي اعرف احنا بنخاطب كابتن احمد حسام ميدو، يعني مين فيهم بالظبط؟ الراجل الموضوعي اللي شايف ان صفقه امام عاشور تستحق اكتر من 3 مليون دولار، ولا اللي شايف ان نادي الزمالك استفاد بشكل كبير جدا انه يعني باع امام عاشور ب 3 مليون دولار؟ الحقيقه من وجهه نظري اللي ربما تكون مؤثره على راي الكابتن احمد حسام ميدو في كل فقره بنتناول فيها الكابتن احمد حسام ميدو، ان هو بيطلع يعمل فقره وهو ناسي هو قال ايه في نفس الموضوع ده. ويمكن سبب اخر وجود ومقربه الكابتن احمد حسام ميدو من نادي الزمالك حاليا واللجنه الفنيه في نادي الزمالك حاليا خلاه يعمل اللي كان بينصح بيه المسؤولين وهو خارج نادي الزمالك. ما تخدعوش جماهير نادي الزمالك وما تفهموش الافكار الخاطئه، واسمعوا للي بيقول لكم الحقيقه. دي رساله بنوجهها للكابتن احمد حسام ميدو. يمكن كنا على مدار الحلقه الحمد لله احتفلنا بالبطوله القاريه بال 3 ان شاء الله باذن الله، وباذن الله نحتفل ببطوله دوري ابطال افريقيا ايضا معاكم هنا في الاهلي خط احمر. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين كتيبه اوجاستي، وبالتاكيد باذن الله منتظرين تمثيل مشرف في مونديال الانديه في كره السله. ايضا كنا معاكم في حق النادي الاهلي، ودائما وابدا عند حق النادي الاهلي بيكون لنا دايما وقفه قويه جدا. نرجو ان انتم تكونوا استمتعتوا بحلقه الاهلي خط احمر. حابب اشكر فريق العمل شادي صبري، رضا غانم، احمد غمري، حسام جمال، بروديوسر هديه الفيشاوي، وايضا مخرجنا الجميل ابراهيم طمان. كان معكم طبعا محمد فارس ومحدثكم احمد اسامه. نشوفكم على خير، ودائما وابدا النادي الاهلي منتصرا، دائما وابدا النادي الاهلي فوق الجميع.